امبارح بالامس ورحنا نتابع الافتتاح الخاص بمجمع المصانع بالرمال السوداء اللي كانت موجوده. الحقيقه الناس كلها كانت بتعقب على هذا الموضوع لانه المنظر كان بديع. مصر تفتتح مجموعه من المصانع وتبحث عن مواردها وايضا تقدم يعني مواردها بشكل جديد وتحاول ان يعني تقدم أشياء جديدة إلى عجلة الاقتصاد المصري. المنظر الحقيقة كان موجود في البرولوس ومدينة البرولوس، وكلنا عارفين هذه المدينة والرمال أصلا كمان شكلها وتواجدها، الرمال الشاطئية الكثيفة السوداء اللي بنستخرج منها المعادن اللي ممكن بالفعل هذه المعادن تصلح للكثير من الصناعات، معادن كثيرة، صواريخ، مفاعلات نووية، إطارات السيارات وصناعة السيارات وغيرها، وأشياء كثيرة جدا ستستفيد منها مصر أكيد في المستقبل. عجلة الاقتصاد المصري كل يوم تبحث ماذا يمكن أن نقدم من خلال مواردنا الاقتصادية. عندنا عدد من الموارد ربما تكون كانت في القدم يعني موجودة ولكن لم يتم العمل عليها بشكل جيد ولم يتم التطوير بها. المنظر امبارح الحقيقة كان بديع، ولاحظت كتير على السوشيال ميديا الناس كانت بتسأل والبرولوس، وبعدين تلاحظ كمان كده لما تبص إن شاء الله يوم كده في التسجيل نعمل مجموعة من المحافظات في مصر المليئة بكنوز مصر، كنوز وموارد مصر الاقتصادية، مش موجودة فقط قاهرة، اسكندرية، منصورة، ولكن الحقيقة الموارد الاقتصادية والقيادة السياسية حريصة على إنه الموارد الاقتصادية إزاي أقدر أنميها في محافظات مصر. ده موجود بشكل كبير، أتمنى إن شاء الله أن احنا نعمله قريبا ونتابع معكم، ونأخذكم من الصعيد ونأخذكم من الجنوب، شمال، شرق، غرب. هتلاقوا أنه الخريطة الاقتصادية في مصر خريطة متطورة وخريطة فيها أرقام جديدة، فيها مصانع جديدة، فيها خدمات جديدة، وأعتقد ده ما تقدمه أيضا القيادة المصرية وما تعمل عليه طول الوقت حتى في ظل الأزمات العالمية اللي بنشهدها جميعا. كلنا نعلم بأن أزمة وراء أزمة، من أزمة كورونا للأزمة الأوكرانية الروسية اللي بتضرب العالم بشكل كبير. بنتوقف معاكم دايما عند العواصم، عواصم أوروبا كلها الحقيقة تضربها هذه الأزمة، وأزمة تضخم كبيرة جدا. اليوم احنا يمكن تابعنا يعني منذ ساعات اليوم استقالة رئيسة وزراء بريطانيا اللي تقدمت باستقالتها بعد 6 أسابيع، 44 يوم من ولايتها، وهتعتبر هي أصغر وقت تقلدته رئيسة وزراء في بريطانيا. أسعار الغذاء والمواد الغذائية، خليني أقف عندكم كده وإحنا بنتابع هذا التضخم، كانت أكبر عامل ساهم في التضخم في بريطانيا، وارتفعت ل 14.6% على أساس سنوي. الرقم الحقيقة كبير بالنسبة لبريطانيا اللي لم تشهد هذا التضخم منذ 40 عام. رويترز قالت إنه في زيادة في معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10% لشهر سبتمبر، يعني الشهر الماضي فقط يعني. طبعاً شتاء قاسي كمان في انتظار كل أوروبا، لكن خلينا مثلا نروح لفرنسا. بعد أزمة نقص الوقود في باريس هتلاقي إنه عدد من المشاهد موجود في باريس، طابور من الانتظار لأمام طبعا محطات البنزين، لأن هناك أزمة طاقة كبيرة تواجهها فرنسا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وبتصل الذروة بتاعتها ومشاهد الطوابير زي ما انتم هتشوفوها في الصورة أمام محطات الوقود طويلة جدا. تتجه لإطفاء كمان الإعلانات الطرق ليلا ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. عايزة أقول لكم حاجة عن موضوع إعلانات الطرق وبالذات في فرنسا، لأنه فرنسا يعني عندها موضوع الإعلانات ده مهم، خاصة أهم شارع عندها هو شارع الشانزليزيه. في الشارع ده هو الشارع السياحي الأول في فرنسا، وربما حتى الميزانية السياحية في الموازنة، حتى في موازنة فرنسا هذا الشارع، لأنه أنت بتعتمد عليه، هو الشارع رقم واحد في أوروبا اللي بيحقق نسبة سياحة عالية جدا، ووجوده أنه هو منور، إعلاناته منورة وشكله منور، ده طبعا بيدي انتعاش كبير جدا. لكن لما تصل أنك هتبدأ ترشد الإعلانات وترشد من الكهرباء والأضواء، معناها أن أنت أمام حقيقي أزمات
كبيرة وكثيرة، وده مش بس موجود في فرنسا، ده بقى موجود في العالم، يعني عواصم أوروبية كثيرة بدأت تعمل هذا الترشيد. ويقال بأنه في أوروبا في خلال يعني فترة الشتاء إن شاء الله اللي هتبدأ خلاص، ربما بدأت، أنتوا عارفين أوروبا خلاص يعني الخريف تقريبا موجود والشتاء على الأبواب، فعلا هيبدأوا فعلا في ترشيد الكهرباء، وهيبدأوا أنه الكهرباء ما تبقاش موجودة طول فترة اليوم، هيبقى في فترات فيها انقطاع للكهرباء، وطبعا دي بتسبب مشكلة كبيرة جدا، لكن هو ده الحل أمام كل المشاكل والتضخم اللي أنتوا شايفينه سواء في بريطانيا أو في باريس. تعالوا نبدأ بباريس ونشوف كمان الموقف عامل إزاي، وخلينا نروح لمراسلنا في الأهرام ويكلي الأستاذ باسل عويديدات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبالجمهور. أستاذ باسل، يعني خلينا النهاردة وإحنا بنتكلم وإحنا بنلتقي معك عبر الزوم، عايز أعرف من حضرتك الموقف، يعني موقف التضخم اللي موجود في فرنسا، ارتفاع طبعا الأسعار الخاصة بالغذاء، وأيضا بالنسبة لترشيد الكهرباء وخاصة في الإعلانات، وأتحدث هنا أيضا على الشارع الأشهر في باريس الشانزليزي. نعم يا سيدتي، كما ذكرتي التضخم وصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها فرنسا وأوروبا أيضا بشكل عام منذ عقود، وصلت إلى مستويات كما ذكرت في بريطانيا أكثر من 10%، وفي ألمانيا وفي فرنسا أيضا. في فرنسا ربما في شهر سبتمبر فقط توقفت هذه الزيادة، لم تزد، لأن الحكومة حاولت أن تتدخل بكل الوسائل لإيقاف هذا التضخم، نجحت في تجميده، لكن يبدو أن هذا التجميد هو مؤقت ربما لشهر سبتمبر فقط. حاليا تعاني ليس فقط الحكومة بل كل الفرنسيين يعانون حقيقة من مشكلة عدم توفر الطاقة، وأعني بذلك محطات الوقود والغاز وملحقاتها. هناك طوابير طويلة جدا، أحيانا في بعض المدن المكتظة جدا تصل إلى كيلومترات التي تنتظر أمام محطات الوقود، إلى 2 و3 كيلومتر. وهذا وبدأ الفرنسيون، وهذا أمر غير وارد لدى الفرنسيين أساسا، بدأوا ينتظرون إلى ساعات متأخرة من الليل ما بعد منتصف الليل كي يذهبوا إلى محطات الوقود، عسى على أن تكون تلك الطوابير أقل ولم يستطيعوا الحصول على ما يريدون. أكيد يعني أستاذ باسل، هذا المشهد يمكن اللي احنا شايفينه بتاع الوقود ربما شهدته مصر يمكن فترة حكم الإخوان، يعني هذا المشهد لا نتمنى أن نشاهده أصلا. ولكن خليني برضو أروح مع حضرتك بالنسبة لي يعني ما يحدث في باريس، وما هي التدابير اللي هيتم اتباعها خاصة مع بداية فصل الشتاء؟ يعني كلمني عن، يعني بدأنا نسمع عن البيع للفحم وبيع للأخشاب على عشان التدفئة، كلمني عن التدابير الأسرية، ماذا يقول المواطن الفرنسي في الشارع؟ حقيقة المواطن الفرنسي أولا يقف حائرا من جهة، ويقف خائفا من جهة أخرى، خائفا إلى أين ستصل هذه الأزمة، هل سيضطر بالفعل، تحاول الحكومة أن تطمئن الناس، الشهر الماضي حاولت أن تطمئنهم إلى أنها أعلنت أنها ستبدأ مرحلة التقنين، تقنين الكهرباء، لكنها طمأنت المواطنين أن هذا التقنين سيشمل المؤسسات الصناعية وليست المواطنين بشكل مباشر، سيكون هناك تقليص أو قطع كهرباء عن تلك المؤسسات لساعات محددة يوميا، لكن بتوالي تلك المتوالية من الأزمات لم يعد أحد يثق بأن فعلا الحكومة ستستطيع أن تمنع التقنين عن المنازل. ارتفاع الأسعار أو حرب الطاقة العالمية التي تحدث، هذا أكيد أثرت كثيرا على أوروبا وفرنسا، ومن ثم أتى بعدها المطالب التي بدأتها النقابات، مطالب بتخفيض الأسعار، مطالب برفع الأجور، مطالب بتخفيض سن التقاعد، مطالب كثيرا طيب من المطالب. تمام أستاذ باسل، تمام، خليني برضو أرجع مع حضرتك. هذه أزمة على أزمة.
تمام، خليني أرجع مع نعم حضرتك تفضل. وإحنا نتحدث عن فرنسا. فإحنا عارفين إنه منطقة اليورو بما فيها فرنسا هناك تضخم أكثر من 6%. كلمني عن الأسعار، يعني كلمني عن رغيف العيش، الباجيت الفرنساوي، يعني إزاي نعم ارتفع إزاي؟ لأن كمان عندنا مشكلة قمح. كلمني مثلا عن يعني المواطن ماذا يفعل تجاه كل هذه الارتفاعات الخاصة بالأسعار، وما دور أيضا الحكومة الفرنسية هنا؟ اليومي تقريبا لا تخلو جلسة أو اجتماع أو في العمل أو بين الجيران حتى لا يخلو من الحديث عن هذا الموضوع. بالنسبة للباجيت كما ذكرت الخبز تحديدا، هناك سيطرة كبيرة من الدولة ودعم كبير عليه، ولكن مع هذا ومع كل هذا ارتفع ثمنه، ارتفع من تقريبا 90 سنتيم الى اورو او اورو وبضع سنتيمات، هذا يعني على الاقل ارتفع 10%. هذا الخبز تمام. الذي تسعى الدولة ان لا يزيد سعره. لكن بقية السلع بالفعل ارتفعت من 20 الى 40%، وبعض السلع أكثر من ذلك، بعض السلع الاستهلاكية ارتفعت أكثر من 40%، وهذا أثر بشكل مباشر على كل الأسر الفرنسية بدون استثناء. أصبح الفرنسيون يخافون أن تستمر تلك الزيادة في الأسعار، الأسعار اليومية، أسعار الخضار والفواكه والطعام وكل الاحتياجات اليومية. المشكلة ليست الكماليات التي زادت أسعارها، بل كل شيء. يخشى الفرنسيون أن تصل إلى مرحلة لا يستطيعوا تأمينها من خلال دخلهم. في النهاية الدخل أكيد. واحد، والدولة لا تزيد الدخل إلا بعد معاناة طويلة حتى تزيد الدخل، وتزيده بنسب مجهرية، بنسب صغيرة جدا، 2 و3 و4% أكيد الدخل. أكيد. لكن الأسعار أستاذ باسل، تزيد أنا بنسب. كمان تمام يا استاذ باسل، تفضل. يعني انا كده فهمت من حضرتك انه يعني حصل زياده بالنسبه للرغيف او الباجيت الفرنساوي زي ما بنقول 10%. لو انا بتكلم ليه انا بسالك عن الاسعار، لانه برضو احنا عايزين نعرف كيف يتعامل المواطن الفرنسي تجاه هذه الزياده في الاسعار. يعني مثلا زاد كم يورو مثلا اللحم او الدواجن او الخضروات، النسبه قد ايه؟ يعني 10% بالنسبه للخبز والمخبوزات وهي شيء رئيسي جدا في الشارع الفرنسي، لكن بالنسبه للباقي، يعني بنتكلم على البروتين، الخضار، اللحمه، الزياده نسبتها قد ايه؟ نعم، هي زادت بنسبه بين 25 الى 30%، وقد يكون اكثر من ذلك ببعض المدن كباريس مثلا. باريس هي فاذا اكثر هي بلاء زياده في... اعلى من الزياده الخاصه بالخبز. اذا من 25 نعم، 30% بشك. زياده الدواجن واللحوم والخضروات واللحوم والفواكه. والخضروات صحيح، هذا صحيح، اكثر من 10 في اكثر من 30 في 25 الى 30%، وفي باريس ربما اكثر من ذلك. والمشكل ايضا ان الفرنسيين بالفعل بداوا يحسبون ما هم بالاساس الشعب الفرنسي، وربما كل الاوروبيين هم منظمون، دائما يضعون ميزانيه مسبقه لكل شهر ولكل اسبوع، ويحاولوا ان يؤقلموا نفسهم معها. لكن الان بداوا يقلصوا من تلك الميزانيه بشكل واضح، ولا يخجلون من ان يقولوا ذلك. هم طبعا لديهم هذا الامر طبيعي، يعني يتحدثوا به، لا يخجلون ان يقولوا نعم نحن بدانا نقلص من استهلاكنا، نحن بدأنا نبحث عن البدائل، نحن بدأنا نبحث عن منافذ البيع الأرخص. هناك طبعا مستويات لمنافذ البيع، أقصد طبعا السوبر ماركتات وإلى هل هل هناك شكل من أشكال والمتوسط الأماكن والرخيص. الأرخص سعرا؟ يعني مثلا احنا عندنا في مصر مبادرات خاصة جدا بالخاصة بالناس الأقل، انه يكون في مبادرات ليهم في أسعار أقل، معارض، شكل من هذه الأشكال حتى تساعد الناس في الأزمات. هل هذا الشكل موجود في الشارع الفرنسي، او بدا يبقى موجود انه يبقى في محال او بعض المعارض الاقل سعرا بالنسبه لي ايضا المواطن اللي دخله اقل؟ نعم، حقيقه هذا الامر بدا من سنوات وليس الان تماما، بدا مع هذه الازمه. منذ سنوات بدات تنتشر منافذ بيع رخيصه الثمن. طبعا هذا يتناسب مع ايضا الكواليتي، النوعيه طبعا. أقل قليلا والسعر أقل، لكن يعني ده بيقدم لمحدودي الدخل، يعني بيساعد محدودي الدخل. ولاقت إقبال شديد عليها، لأن هناك نسبة كبيرة من محدودي الدخل.
نسبة كبيرة من طبعا الفرنسيين نسبة ليس كبيرة لديها جدا. الحد الأدنى من الدخل. طيب خليني ارجع مع حضرتك ونتكلم على، يعني لو بنتكلم في باريس عن الشانزليزيه، طبعا الشانزليزيه لا يعني المواطن الفرنسي، ده للزائرين للسائحين، هي منطقه سياحيه بالدرجه الاولى. النهارده كده في بعض العناوين بتقول ترشيد الاعلانات والاضاءه اللي موجوده. كلنا نعلم بان الشانزليزيه ابتداء من نهايه الشهر المقبل في نوفمبر بيبدا الزينة الخاصة بأعياد الميلاد والكريسماس، كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الميزانية اللي دايما بترصد لهذا الشارع من أجل السياحة؟ هل هيتم تخفيضها أم هتفضل موجودة علشان أيضا الاقتصاد يفضل في نسبة وتناسب؟ يعني انت ضربتي على الوتر الحساس. الشانزليزيه هو رمز وطني بالنهايه ضمن عده رموز اخرى، يعني تسعى فرنسا ويسعى الفرنسيون ان تبقى هذه الرموز براقه دائما، يعني وليس ولا ولا ان تفقد بهجتها. ربما اخر من سيتاثر هو هذا الشارع بالذات يعني، لكن مساله ان يخفض الكهرباء عن شوارع مثلا، نعم بدا ذلك بالفعل، بدا بين الشوارع بين المدن كانت دائما منارة، كل الشوارع في باريس الاوتوروتات والاوتوسترادات والاوتوبانات كلها منارة على ما يعني في خلال الليل. الان بدا بعضها الاقل ارتيادا بدا يطفئ في الليل لتوفير الكهرباء. اكيد. هل نفس الحال استاذ باسل سينطبق على توريفيل، يعني برج ايفل احنا عارفينه او توريفيل زي ما بتسموه، دايما بيبقى منور بالذات في الاحتفالات في نور بشكل معين، هل ايضا هيتم تخفيض الانوار على توري ايفل او برج ايفل؟ اعتقد يمكن ان يحدث ذلك، لكن كاخر سام يعني، كاخر مرحله او اخر خطوه. قبل ذلك هناك خطوات اخرى اعتقد ان الفرنسيين سيشهدوها في الفتره القادمه، مساله ربما التقنين التي تطال المنازل، هذه مساله خطيره بالنسبه لهم، وربما تطال التقنين تخفيض الكهرباء في الكثير من الشوارع، وهذا يحدث بدأ يحدث الآن. الشوارع داخل المدن أيضا داخل باريس بدأت بعض الشوارع في مراحل في أوقات متأخرة بالليل بعد الساعة الثانية ليلا مثلا بدأت تطفئ هذه البضع ساعات الساعتين أو ثلاث ساعات الأخيرة من الليل. وأعتقد مسألة النويل أو مسألة كريسماس أعياد الميلاد التي ستأتي بعد ستبدأ بعد حوالي شهر ونيف شهر ونصف، أعتقد جازما أنها ستتأثر بهذه الأزمة دون شك، سيكون هناك تقليص لن تنتهي، من الصعب أن تنتهي لأن هذا تقليد وطني كل الفرنسيين يحتفلون به، يهم كل العالم، عيد بالنسبة لهم بالنهاية كما كل الأعياد لدى العرب والشعوب المشرق، أكيد. فهذا عيد بالنسبة لهم. لا أعتقد أنه سيلغى أو يتأثر أو ينتهي، لا، لكن سيكون هناك تقليل بدون شك، سيكون هناك تقليص بحجم الإنارة يعني إذا كده تمام. إذا كده الخلاصة بأن هناك التقليل بشكل عام هو المتبع، سيكون في الأيام المقبلة حتى يعني تمر هذه الأزمة وتمر هذه الأزمة الاقتصادية على العالم بأكمل. آخر سؤال لحضرتك سريعا، أكيد متابعين طبعا في أوروبا خبر استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، وأنا شفت بعض العناوين أيضا والرئيس ماكرون اللي كان بيتمنى دايما الاستقرار بريطانيا وانه يتعاملوا باذن الله مع المنتخب الجديد كرئيس وزراء، ما اهم العناوين التي جاءت اليوم؟ في حقيقه الامر هم العلاقه بين فرنسا وانجلترا وعلاقه شديده القرب وشديده الصله، والاخبار المحليه حتى البريطانيه التي تحدث في بريطانيا غالبا ان تنشر في وسائل الاعلام الفرنسيه، لان هناك كما قلت تقارب شديد بين البلدين. طبعا كل وسائل الاعلام اشارت الى هذه الاستقاله، واشارت الى ان اسباب هذه الاستقاله اوعزت السبب بهذه الاستقاله الى مشاكل اقتصاديه، وحاولت ان تحذر ايضا من ان فرنسا ليست بمنأى عن هكذا مسائل، ولكن ربما بطريقه اخرى. فهناك قريبا في فرنسا تمرير للميزانيه، وربما جزء كبير من هذه التظاهرات التي تخرج من أجل الاحتجاج على هذه الميزانية التي يحاول ماكرون الآن تمريرها.
هذا استحقاق قد يؤثر على الحكومه سلبا او قد يؤدي بشكل او اخر الى التاثير عليها اذا لم تستطيع ان تستوعب ما يجري من 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 تضخم، ما يجري أكيد. من مشاكل اقتصاديه. اكيد يعني انا بتفق معاك. الحال الاقتصادي مربوط مع الحال السياسي. أكيد أستاذ باسل، أنا بتفق بأنه إحنا أمام أزمات كبيرة في العالم، وأنه كل قيادة لابد أن تتعامل مع هذه الأزمات بطريقة دقيقة حتى يمر الجميع بسلام وبأقل الخسائر. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي باسل عويدات مراسل الأهرام ويكلي، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان الحال اللي موجود والتضخم الكبير اللي موجود في فرنسا زي واللي ما لم تشهده منذ يعني سنوات طويلة، يعني ربما هذا الحال لا يقل ربما يزيد أيضا في بريطانيا. خلينا نتعرف على حالة التضخم في بريطانيا، وأيضا نتعرف أكثر على الوضع الخاص بطبعا بريطانيا ورئيسة وزراء بريطانيا اللي ألقت بخطابها اليوم، واللي طبعا استقالت بعد 44 يوم، هم الست أسابيع في حكم أو رئاسة حكومة بريطانيا. وخلينا نشوف من المرشح من حزب المحافظين والموقف هيبقى عامل إزاي، لأنه كمان حزب المحافظين عنده مشكلة كبيرة في شعبيته في أدائه. إيه اللي بيحصل وحزب العمال هيعمل إيه؟ خلينا نتابع معكم مزيد من التفاصيل بعد فاصل قصير. عودوا إلينا. أهلا بحضراتكم. الحقيقة يمكن النهاردة بدأنا معاكم بالحديث في أوروبا عن كمية طبعا المشاكل اللي بتواجه أوروبا بشكل كبير والتضخم اللي موجود في الاقتصاد الأوروبي. خلينا نرجع ونقول بعض الأرقام برضو ونشوف الموقف يعني ماشي إزاي وإيه اللي بيحصل عن قرب. مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات يقول إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40.7%، وده في شهر سبتمبر، وده مقارنة بارتفاع 83% و6% في شهر أغسطس. شايفين 38% و6% في شهر أغسطس، فشايفين الفرق، يعني في فرق، الفرق بيزيد. مشيرا إلى أن أسعار الطاقة هي المتحكم الرئيسي في أسعار السلع الغذائية، وده الحقيقي اللي حصل. الطاقة هي المشكلة الأولى اللي بتواجه أوروبا بشكل كبير جدا. كتير من المحلات الخاصة بالسوبر ماركت أو المحلات اللي بيبيعوا فيها الأشياء الخاصة بالفحم والخشب بدأوا الناس يشتروها علشان يقدروا إن هم يحلوا مشكلة الطاقة، لأن أنتم عارفين إنه البيوت في أوروبا بشكل عام مصممة بشكل إنه في زرار كده أنت بتدوس عليه، فالهيتر أو نظام التسخين في البيت كله بيبقى على درجة واحدة. طبعا ده محتاج أكيد طاقة ومحتاج غاز ومحتاج حاجات كتير جدا. إذا لو ما بقاش ده موجود فهيبدأوا يشتغلوا بالشكل العادي اللي هو زي ما أنت عندك دفاية بسيطة، هو هيحاول الدفاية تبقى موجودة في جزء من البيت، يحط فيها فحم، يحط فيها خشب قد ما يقدر، لكن مش هتبقى موجودة طبعا في البيت كله. الطقس والشتاء بارد جدا بيواجه أوروبا ومشكلة كبيرة. بلغ كمان معدل التضخم السنوي بقى في منطقة اليورو، بنتكلم على اليورو يعني بنتكلم على كل من يعمل بالنظام الأوروبي والاتحاد الأوروبي، بتتكلم على 6.4%، أكثر من 6% في شهر سبتمبر، فده التضخم اللي بيزيد. أسعار المواد الغذائية اللي بتهم بقى طبعا كل الناس، الطازجة، شهدت ارتفاع بنسبة 12.7% كمان، وده نسبة كمان كبيرة. خلينا كده نروح أيضا ونتابع، لأنه الحقيقة بريطانيا عندها كل اللي أنا قلته لحضراتكم، تضخم، عندنا أرقام بتقول أنت أمام استقالة رئيسة وزراء بريطانيا اللي مكثت في الحكم فقط 6 أسابيع أو 44 يوم زي ما أنتوا شايفين على الشاشة. ده خطاب بتاع تراس. وكمان الأرقام الحقيقة بريطانيا حتى نسبة التضخم في شهر سبتمبر كانت 10%. طبعا تراس تستقيل بعد الأخطاء الاقتصادية كما أسموها الليلة، إنه إن هي لم تنجح في إنها يعني تضع بريطانيا أو إنها تساعد بريطانيا، بالعكس الموقف تأزم أكثر. خلينا عبر سكايب من لندن الكاتبة الصحفية منال العارف وطبعا مراسلة الأهرام في بريطانيا، خلينا نتعرف من أستاذة منال. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات أستاذة شبكي.
مساء الخيرات عليك. طبعا أنا عارفة أنه الأحداث كثيرة جدا عندك هذه الليلة، واستقالة ليزا تراس، فقولي لنا الموقف البريطاني عامل إزاي؟ تضخم واستقالة رئيسة وزراء لم تمكث أكثر من 44 يوم. بالتأكيد الجانب الاقتصادي لعب جانب كبير جدا في أزمة ليستراس، لأنه كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن هي تخسر نحو 30 نقطة أقل من حزب العمال، بسبب كما تفضلتي التضخم، بسبب تباطؤ النمو، بسبب ارتفاع الأقساط العقارية لمن لديهم منازل ويحتاجون إلى دفع تلك الأقساط، ارتفاع الأسعار الغذائية إجمالا في بريطانيا ارتفعت لمستويات قياسية خلال أشهر قليلة، وبالتالي كل هذا ساهم في تراكم الشكاوى ضد ليستراس وخسارتها الشارع البريطاني أولا، ثم خسارتها لاحقا لدعم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في البرلمان البريطاني. أكيد. أنا يعني تابعت كده سريعا الأخبار عبر العديد من العناوين الإنجليزية والمحطات الإنجليزية، وبدأ يبقى في بعض الأطروحات الخاصة والترشح، مين هيترشح من قبل حزب المحافظين. في ناس بتقول ربما يعود بوريس جونسون تاني، وفي ناس بتقول هتبقى كارثة لو عاد بوريس جونسون تاني، أو إنه يكون أيضا يعني في ترشح من حزب المحافظين اثنين او ثلاثه هم على الاكثر. الناس بتتكلم عن ايه؟ بالتاكيد بوريس جونسون منذ ظهر اليوم الديلي تيليجراف والتايمز تحدثوا عن احتمالات عوده بوريس جونسون، لكن طبعا هذا سوف يكون افلاس مرعب لحزب المحافظين، لانه بوريس جونسون الطريقه التي خرج بها من الحكم كانت مهينه جدا وفضائحيه. طبعا. البارتي جيت، ثم محاولة التستر على نائب البرلمان كريس بنشر الذي تحرش بأحد الأشخاص، وبالتالي عودة بوريس جونسون سوف تكون بداية نهاية حزب المحافظين باعتقادي. هناك مرشحين آخرين أفضل منه، منهم وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وزيرة التعاون الدولي بيني موردنت، سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية التي استقالت أمس. إذن هناك بدائل عن بوريس جونسون، لكن هو السؤال المهم، أي واحد منهم يستطيع أن يقدم للشارع البريطاني كما تفضلتي وصفة اقتصادية؟ ومن منهم عنده هذه الخبرة ربما، لأنه حزب المحافظين منشق أصلا من الداخل. طيب أنا يعني خلينا نترك هذا الشأن، لأنه يعني هيبدأ يبقى فيه كلام كتير هذه الأيام، ونعود إلى الشارع البريطاني. خلينا نتكلم عن الشارع البريطاني، يعاني من أكثر من شيء، الضرائب مرتفعة، يعاني من الرهن العقاري أو المورجج، خلينا نقول للناس اللي هو الناس بتدفع بيوتها، المواطن البريطاني اللي مثلا كان بيدفع 400 استرليني او 500 لقى نفسه، لو بنتكلم على المصري يعني نديه مثل للناس، لو بيدفع مثلا 5000 بقوا 10000 وهكذا. فالشارع البريطاني يعني ماذا يقول وماذا سيفعل تجاه كل هذه الازمات؟ الشارع البريطاني طبعا في وضع صعب جدا، لانه بريطانيا بسبب البريكزيت حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي انخفض كثيرا، لدينا تباطؤ اقتصادي منذ 2016، وبالتالي الأزمة الحالية مضاعفة. هناك الكثير من البيوت البريطانية، لم طبعا بريطانيا دولة باردة كما تعلمين، ونحن الآن في شهر أكتوبر، هناك الكثير من الناس في بريطانيا ترفض أساسا استخدام التدفئة، لأنه أسعار الطاقة ارتفعت في بريطانيا لمستويات قياسية، وبرغم أن الدولة سوف تعطي لكل منزل بريطاني نحو 400 جنيه استرليني مساعدة، لكن إذا كانت الفاتورة 2500 جنيه استرليني، 400 جنيه استرليني لم تفعل الكثير. واذا طبعا. اضفنا الى هذا انه اسعار الغذاء، اسعار كل شيء، يعني اذا توجهت للسوبر ماركت استاذه شفتي وانت تزورين بريطانيا كثيرا، طبعا صندوق البيض في بريطانيا ست بيضات، الست بيضات ب 3 جنيه و80 قرش استرليني، الست بيضات ب 3 ب 3 جنيه و80 قرش استرليني، بالظبط كده. هذا واذا اضفتي سعر يعني نضربهم في 22، يعني خلينا نقول لو 4 جنيه في 22، فاحنا بنتكلم في 120 جنيه الست بيضات تقريبا، من 130 ل 120 جنيه الست بيضات. بالظبط، وهذا ليس فقط، هذا مجرد سنجل ايتم، هذا شيء وحيد صغير، لكن اذا اضفنا كل ما يحتاجه اي بيت في بريطانيا عندما يتوجه للسوبر ماركت، عصائر، مياه، لحوم او اي بروتينات حيوانيه، الاكل العادي، الخضر والفاكهه، كل هذا الى جانب اسعار الطاقه، الى جانب انه الجنيه الاسترليني انخفض،
طبعا، ودي من المشاكل، دي من المشاكل كمان انخفاض العملة كمان سبب مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد كمان الانجليزي يعني. طيب انا عايزه قدرتك الشرائيه بتنخفض، القدره الشرائيه بتنخفض، وبالتالي قيمه الجنيه بتنخفض بالنسبه لكل بيت. كيلو اللحمه بقى بكام؟ يعني الناس مثلا بتتعامل مع، يعني انا كمان عارفه انه الدخول والرواتب اللي موجوده في بريطانيا ليست يعني بهذا الارتفاع، الناس يعني ممكن اللي بياخد 1000 استرليني بدايه او 1000 وشويه ده معقول، لكن في اقل من كده، ودي الطبقه العامله اللي موجوده في بريطانيا لا تزيد عن 2000 استرليني. المتوسط الآن في حدود 2000، صحيح 1500 2000. طب يعني احنا لو قسمناهم 1500 2000 تجاه، لو هو هيجيب البيضه الست بيضات ب 4 استرليني وهيدفع كهرباء ب 400 استرليني، يعني هيدفع كهرباء هياخد 3 ارباع المرتب. الكهرباء ب 2500 في السنه، 2500 في السنة، يعني هيدفع جزء كبير من مرتبه هيروح في الطاقة بس. أيوة، وأنت تحدثتي، أنت سألتي عن أسعار اللحم في بريطانيا. أولا يجب أن تكوني نباتية إذا أردت أن تعيشي في بريطانيا. أنا شخصيا نص نباتية، بأكل سمك بس، لكن اللحمة الكيلو في بريطانيا، يعني أنت بتاكلي سمك مجبرة ولا بتاكلي سمك عشان ده أحسن؟ يعني الناس هتضطر تاكل حاجات قليلة يعني، لان اللحوم في بريطانيا، ليس لان اللحوم فقط غاليه، لان السمك اكثر يعني صحي اكثر طبعا اكيد، لكن اللحوم هنا غاليه جدا. اللحوم اعتقد انه الكيلو 15 جنيه، الضاني ب 15 جنيه. هناك انواع اخرى، الضاني ب 15 استرليني، يعني بنتكلم برضو الكيلو 90 جنيه. لا 500 جنيه. 90. أيوة. اوكي، ده يعتبر مع 15 استرليني حوالي بس. طبعا مبلغ كبير برضو بالتأكيد، لأنه إذا أضفتي لكل الفواتير الأسبوعية لكل منزل بريطاني، إضافة إلى المواصلات العامة أو الطاقة استهلاكك الشهري من الغاز والكهرباء. لكن أهم آيتم، أهم جزء تفضلتي بند، هو الأقساط العقارية، لأنه أغلب الناس يا إما لديها بيت بتدفع عليه أقساط عقارية، أو لديها بيت تستأجره. وإذا كنت بتستأجري فقيمة الإيجار تقريبا هي نفس قيمة الرهن العقاري، وبالتالي من الصعب تخيل لو لديك 1500 جنيه أو 2000 جنيه حتى بالأكثر، تقسيمهم على كل تلك البنود مسألة صعبة. أكيد. ومن هنا عدد متزايد من البريطانيين يلجأ الآن لبنوك الطعام، وللأسف حتى ممن كانوا يعتبروا من الطبقات المستريحة، مش المستريحة لكن يعني الطبقات الوسطى المعتدلة، الكثير منهم بدأ يلجأ لبنوك الطعام. هناك ممرضات في بريطانيا يقولن إن هم يأخذن بعض الأكل من المستشفيات، ويتم إعطاء الأكل للأطفال، والنساء لا تأكل، الأمهات لا تأكل. طبعا هذا كل أم مصرية تدرك إنه. طب يعني إذا أنت هنا 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 أستاذة منال، أنت هنا بتقولي لي حاجة بإنه الطبقة المتوسطة وطبقة محدودي الدخل في بريطانيا أصبحت تلجأ إلى بنوك الطعام، سواء الممرضات زي ما قلتي اللي بيعملنا في المستشفيات بياخدوا الغذاء من المستشفيات، أو الباقي بيروح لبنوك الطعام اللي هي أصلا كانت لطبقة محدودي الدخل. فاحنا بنتكلم على الطبقة المتوسطة والأقل بيتعاملوا مع بنوك الطعام، هي المصدر أو هي السند الخاص بيهم، صحيح الكلام ده؟ بالتأكيد. والذين يعملون بالمدارس، المساعدين المدرسين أيضا رواتبهم ضعيفة جدا، وبالتالي يلجؤون أيضا إلى بنوك الطعام. أيضا من هم على المعاش، يعني إذا كمان طبقة المدرسين بشكل عام يلجؤون إلى بنوك الطعام. أنا شايفة عندي في الصورة هنا بعض المحال، اسمحي لي، شايفة عندي في الصورة هنا بعض المحال خاصة بالخضروات وكده، كلميني عن السلع، يعني مخزون السلع، هل السلع متواجدة؟ لأنه كنا في فترة أيام كورونا كان يعاني الشارع البريطاني والمواطن البريطاني من نقص كبير في السلع، فكلميني عن السلع والأدوية، لأنه برضو أعتقد أن عندهم مشاكل أيضا في الأدوية. ليس في بريطانيا، ليس لدينا مشاكل في الأدوية. ده لأن وزارة الصحة البريطانية لا يمكن أن تسمح بوجود نقص في الأدوية. تمام. هذا لأن وزارة الصحة كما تعلمين بريطانيا النظام الرعاية الصحية بها مجاني، وميزانية وزارة الصحة أكبر بند في ميزانية الدولة البريطانية سنويا. بس حصل ارتفاع في التأمين الطبي، صح؟
حصل ارتفاع حصل فيه. بالتأكيد ارتفاع في التأمين الطبي الخاص الصحي لأنه الخاص. النظام، لأنه النظام في بريطانيا، لأن NHS نظام الرعاية الصحية مثل مصر، يعني لديك خدمة شبه مجانية في تمام. بريطانيا للرعاية الصحية. طيب لكن بالنسبة مرتفع للمخزون أسعاره، السلعي، المخزون السلعي بقى في أشياء كثيرة جدا ارتفعت أسعارها 20% 30%، وهناك الكثير من الأشياء التي لم تعد موجودة بالسوق، زي لأن ايه؟ زي المستوردين ايه أستاذة منال لم يعد موجود في السوق البريطاني؟ كثير من الأجبان التي كنا نستوردها من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لم يعد يتم استيرادها، لأنه تكلفة الاستيراد أصبحت باهظة جدا مع انخفاض سعر الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني إذا تذكرتي أستاذ شافكي، عشية البريكزيت في 18 يونيو 2016 كان الجنيه الاسترليني بيوازي دولار ونص أو دولار 56. صحيح. بعد البريكزيت الجنيه نزل فورا في صبيحة تاني يوم لجنيه و30 دولار، يعني الجنيه الاسترليني بيساوي دولار و30 بنس. اذا انت قيمه الجنيه الاسترليني بدات تنزل تدريجيا منذ البريكزيت حتى الان الجنيه الاسترليني بيساوي دولار و12 بنس. اذا طبعا اكيد عدم ما اكيد عدم يعني هذه الخساره ايضا ونزول الجنيه الاسترليني امام الدولار اعتقد هي ايضا من ضمن المشاكل اللي بتواجه الاقتصاد البريطاني. انا بس عايزه اطمن عليكي، بداتي تشتري فحم او خشب علشان الدفا والاجواء الجو عامل ايه؟ في بريطانيا هناك شخص يسمى كاستمر شامبيون، هو عبارة عن شخص يعطي النصيحة للمواطن العادي في الأزمات الاقتصادية. فكل قناة، كل قناة تلفزيونية، بي بي سي أو اي تي جي أو شانل 4، يستقدمون ذلك الشخص الخبير. فالكثير من الخبراء في بريطانيا يقولون أنه يمكنك أن تلبس الجامبر اللي هو يعني الناس تدفي نفسها بقى، يلبسوا حاجات شتوي بلوفرات بقى وشرابات وحاجات كده. بالظبط بالظبط، هو هذه هي النصيحه رقم واحد، لانه الكثير من البيوت لا يمكن فيها استخدام الفحم، يجب ان يكون لديك مدخنه، والان ليست كل البيوت لديها مداخن طبعا، اصلا. وخاصه في لندن البيوت صغيره، واللي مأجر اوضه واللي مأجر يعني جزء صغير، مش الكل عنده المدافئ القديمه الشكل دي. بالتاكيد. وبالتالي أكيد. أهم نصيحتين، الجمبر تقيل، ثم قربة المية السخنة، هذه أيضا نصيحة أخرى. إذن هذه هي النصيحة البريطانية للناس علشان يتدفوا، يعني أنت تلبس مثلا بالتأكيد. بلوفر تقيل أو روب تقيل، ويكون معاك القربة السخنة، هو ده الحل أمام أيضا ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توفر الطاقة بشكل كبير. الأستاذة الصحفية الكاتبة الصحفية منال العارف، مراسلة الأهرام في بريطانيا، بشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى لك إن شاء الله يعني أنه الأمور تعدي والناس تقدر تعدي. الحال اللي موجود في أوروبا موجود في العالم كله، كل العالم عنده مشاكل، كل واحد عنده مشكلة بطريقته، كل واحد بيحاول يشوف يقدر يعمل إيه، يقدر من خلال بلده، من خلال الموارد اللي عنده، يقدر يعدي الأزمة دي إزاي، لأنه ما فيش حد هيقدر يعدي. يعني لما بتسمع الأرقام في بريطانيا، احنا بنتكلم على بريطانيا وفرنسا، بنتكلم على لما ترجع للجداول الاقتصادية كده، ارجع بس للجداول الاقتصادية حتى قبل أزمة كورونا، شوف وضعهم الاقتصادي كان عامل ازاي، شوف ان المشاكل دي ما كانتش موجوده، لا كان في ارتفاع للبيض، انه ثلاث بيضات يبقوا موجودين ب 130 جنيه او ست بيضات ب 130 جنيه، ان كيلو اللحمه يبقى ب 300 جنيه، انه يبقى ان هم بينصحوا الناس انه مش هيبقى فيه توفر للتدفئه، اللي هو البس شويه بلوفرات عليك، شويه شرابات، وحط كده قربه سخنه وعدي بيها لحد ما نعدي الازمه. الحكومات كلها لا تملك شيء غير انها تقدم النصح وتحاول قد ما تقدر تبقي الاقتصاد قد ما تقدر، ويعدوا الأزمة، المشكلة عالمية، وبنحاول ان احنا نروح ونيجي على بلاد العالم قد ما نقدر. واحنا فكرنا هنا في التاسعة ان احنا تحديدا كمان بريطانيا النهاردة عندها مشكلة كبيرة جدا سياسية بتقلد منصب رئيسة الوزراء، مين هيفوز بهذا المقعد، هل سيكمل حزب المحافظين رسالته وهيكون أيضا رئيس الوزراء القادم من حزب المحافظين، الحزب نفسه منقسم، أم هيكون في أيضا انتخابات لعامة وحزب العمال ربما يعود إلى الساحة، أو يبقى في شكل تاني، الله أعلم. الأيام المقبلة هي التي ستعلن عن اسم رئيس الوزراء
الوزراء أو رئيسة الوزراء المقبلة لبريطانيا. تعالوا نعود للشأن المصري، شأننا إحنا، ونعود إلى عفو رئاسي جديد. الحقيقة أعلنت النهاردة لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، والحقيقة يعني هذه الدفعة الجديدة زي ما أنتم شايفين الصور ثمنت عدد من الأحزاب المصرية جهود لجنة العفو الرئاسي في مهمتها التي أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن هذا الرقم 1040 محبوس، رقم 1040 محبوس على ذمة بعض القضايا السياسية منذ تفعيل اللجنة. الحقيقة لازم نقول أنه منذ تفعيل هذه اللجنة وإحنا بنشوف كل فترة قليلة، الحقيقة مجرد شهر أو شهور قليلة جدا، عدد من المحبوسين بيخرجوا وشايفين الأهالي وشايفين أنه الناس بتعود تاني في التئام للشمل من جديد لأسر الأهالي. خليني أتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا العفو الجديد. الأستاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، مساء الخير. مساء النور أستاذة شفتي، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك أستاذ طارق، وكلمني عن هذا العدد اللي تم العفو عنه. الحقيقة احنا يعني سعادتنا اليوم مضاعفة، لأنه هذه القائمة من 35 شخص من المحبوسين يتم الإفراج عنها اليوم، ونتجاوز رقم الألف من المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي. العمل بوتيرة سريعة وخروج قوائم متتابعة ويعني اعطاء امل لدى الجميع واعطاء رسائل الطمأنة لدى كل الاطراف. الحقيقه ان جهود عمل لجنه العفو يعني بتتضاعف هذه الايام، وبنسعى بجد واجتهاد كبير ان نعمل على القيام بالمهمتين المسندتين الينا على اكمل وجه، سواء كان تلقي حالات طلب العفو من أهالي المحبوسين أو عن طريق الجهات التي تتعاون معنا في جمع البيانات زي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، وفحص هذه الحالات وتطبيق المعايير عليها وإعداد القوائم. وعلى الطرف الآخر نعمل على قدم وساق في دمج المفرج عنهم مجتمعيا وحياتيا، وتذليل كافة العقبات اللي بتواجههم بعد خروجهم من السجن، وإنه بالفعل تم يعني نجاح هذه الجهود على مدار الفترة الماضية في عودة العدد من المفرج عنهم بالعفو الرئاسي إلى أعمالهم، ونسعى لتسجيل كافة العقبات الحياتية اللي بتواجههم. فبالتالي احنا يعني عاقدين العزم على استمرار المهام المنوطة بينا على أكمل وجه، وده كله بيكلله دعم رئاسي كبير لعمل اللجنة وقوة دفع كبيرة لها. إضافة لأنه يعني أحد أهم نتائج هذا النجاح الكبير اللي بيتم على مدار الفترة الماضية هو التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، السيد النائب العام، السيد وزير الداخلية، اللي نتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير. والحقيقة إحنا بنؤكد دائما أننا في عملنا في لجنة العفو الرئاسي بنمارس عدالة كاملة في نظر كافة الحالات التي ترد لنا، ولا نفرق بين حالة ولا أخرى وفقا لمعيار الشهرة. البعض يعني بيدفع أنه ده أحد المعايير التي قد نستند إليها، هذا غير صحيح تماما. نحن نمارس عدالة وتجرد كامل في نظر كافة الحالات التي ترد إلينا، ونطبق عليها المعايير بغض النظر هذه الأسماء كانت أسماء مشهورة أو غير مشهورة. أكيد 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 أستاذ طارق، أنا حتى الصور التي يشاهدها معنا المواطن الآن هي صور للمفرج عنهم، وأعتقد الصور بتقول إن هم في حالة نفسية يعني الحمد لله جيدة، وفي حالة صحية كمان جيدة. الصورة واضحة، في بهجة، في تلاحم، في أسر، في محبة، في أمهات، في آباء، يعني في عائلات. وده الحقيقة يعني أكرم ما في الموضوع الحقيقة أن يتم التئام الأسر من جديد. أنا سؤالي عند حضرتك أستاذ طارق، وأنت
بيتكلم عن هذا العفو وإفراج عن عدد من المحبوسين. فإذا هذا يعني دور اللجنة هنا ليس فقط التقصي والتأكد وأيضا يعني الحصر بالنسبة للأعداد، ولكن أيضا المتابعة بعد الإفراج. يعني اللي كان بيشتغل مثلا في مكان، في مؤسسة، في شركة، أنتوا كمان بتساعدوه أنه ما يبقاش فيه مشكلة أمامه ويندمج في المجتمع ويعود من جديد، وده بيبقى بشكل سريع. نعم صحيح، ودي كانت أحد المهام التي أسندت إلينا رئاسيا. السيد الرئيس أكد أنه عمل لجنة العفو لا يجب أن يقتصر فقط على تلقي الحالات وتطبيق المعايير وإرسالها إلى هذه القوائم إلى مؤسسة الرئاسة، ولكن يجب أن يمتد عمل اللجنة للدعم المجتمعي والحياتي للمفرج عنهم، لأنه بالتأكيد خلال فترة تعرضهم للحبس لما بيخرجوا يواجهوا ظروف حياتية ومعيشية صعبة للغاية في إيجاد فرص العمل، في سهولة العودة والاندماج في المجتمع بشكل طبيعي وبشكل سلس. فبالتالي دخلنا على هذا الملف والعمل عليه، والاتصال المباشر بالمفرج عنهم أو تلقي الاتصال من جانبهم، يعني متابعة كل حالة على حدة وفقا لمعطياتها وفقا لاحتياجاتها، والسعي نحو معالجة كل هذه الأمور. تأكيد هناك تحديات بتواجهنا في ملف الدمج المجتمعي، وهذه التحديات نسعى لتذليلها ونسعى لمواجهتها، لأن عندنا مثلا تصور أنه البعض من تعرضوا للحبس كان من صغير السن الذين لم يكنوا يعملوا ما قبل تعرضهم ل صحيح الحبس، فبالتالي فممكن كمان افكار لفرص عمل يعني. بالظبط، فتوفير فرص العمل، وهنا يعني بنعول على القطاع الخاص والمجتمع المدني ان يلعب دورا كبيرا في ايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب والقدره على استيعابهم، اضافه للطلبه اللي تم فصلهم من جامعاتهم خلال فتره تعرضهم للحبس، لانه اللوائح الجامعيه بتحول دون عودتهم إلى الجامعة مرة أخرى وإلى الدراسة. وطبعا مع وجود هذا التصور فده معناه ضياع المستقبل أكيد الخاص. يعني أكيد أستاذ طارق، نحن نتحدث عن حقوق إنسان حقيقية، نحن نتحدث عن حقوق مواطنة حقيقية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق لكل يعني أعضاء هذه اللجنة الخاصة بالعفو الرئاسي يعني، وأشكرك جدا عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي أستاذ طارق الخولي، أشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لحزب الوفد والأستاذ عبد السند يماما رئيس حزب الوفد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني كلمنا ايضا النهارده عن الافراج عن مجموعه جديده من المحبوسين وهذا العفو الرئاسي. اقول لحضرتك حاجه، انا تابعت الكلام اللي قاله الاستاذ طارق، وفي تغطيه الحقيقه جيده وكافيه لهذا الخبر، ده رقم واحد. انا بس هأضيف ان من الناحيه الانسانيه هذا القرار لاقى طبعا قبول ورضا. واحد، اثنين، احنا بندعو يعني بالهدايه والصلاح وبنهني اسر المفرج عنهم، ومن بعد السياسي ده يؤكد الحقيقه توجه الرئيس وهو مرتبط بالحوار الحقيقه، الحوار الوطني اللي من اهدافه واللي من خلال المشاركين في الحوار يعني في تجديد وتاكيد ورغبه في الافراج عن المزيد. والحقيقه السياسه سياسه الافراج تؤكد هذا الاتجاه، وان هناك حيويه للحوار وان الحوار ما زال مستمر، وهناك تشجيع من ورعايه من الرئيس، واحد مظاهره هذا الافراج اللي احنا يعني والمجتمع كله يعني، لان له بعد فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي ويعني عودة المفرد عنهم لأهليتهم ويمارسوا دوره بقى الطبيعي في سلام. أكيد أكيد. وهو إحساسه كمان إن هو ليس مفرج عنه فقط، ولكنه عائد إلى الحياة بشكل طبيعي. فأعتقد ده أهم شيء يعني. ليهم وللبلد وللسلام الاجتماعي اللي احنا كلنا بننشده وبنشتغل من اجله. اكيد يعني تحيه وتقدير لقرار الرئيس، وننتظر دفعات جديده ان شاء الله.
أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذة عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح أيضا إلى يعني الأستاذة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. مساء الخير أستاذة أميرة. طب يعني أستاذة أميرة يبدو ان احنا فقدنا الاتصال، ولكن هو نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، هو ايضا يعني فكر الاحزاب ماذا يرون، وهذا العفو الرئاسي الذي ينم عن مش فقط حقوق انسان ولكن حقوق مواطنه، لانه في النهايه يعني احنا نعيش في دوله كريمه ودوله تحاول يعني طول الوقت هي البحث والتقصي، ومن له حق ياخذ هذا الحق. واعتقد بهذا العفو الرئاسي وخروج ايضا المحبوسين ودمجهم بالمجتمع، ده يعني مش فقط خروج ولكن كمان ان يعودوا الى الحياه الطبيعيه ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي كمواطنين مصريين. هنكمل معاكم فقراتنا اليوم في التاسعة، لدي الحقيقة مجموعة من الفقرات في انتظاركم. عندي فقرة مهمة جدا خاصة بالمخدرات والإدمان، إزاي تقدر تعرف من عادات معينة إنه ابنك أو بنتك معرضين لده، أو إزاي تقدر تعرف إنك تحميهم أحيانا من بعض الناس اللي عندهم هذا الشر في إيذاء الشباب أو الشابات. هستكمل معكم عدد من الفقرات والأخبار وما تبقى لدينا في التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا. الحقيقة قصة الطفل سليم قصة ملهمة اتكلمنا فيها قبل كده في التاسعة، وهي من القصص الملهمة والمؤثرة كمان. طفل أهله اكتشفوا إصابته بمرض الضمور العضلي، عمر سليم 9 شهور، صغير جدا. وده طبعا بدأت الرحلة بعد كده رحلة جمع ثمن الحقنة اللي بيوصل ثمنها ل40 مليون جنيه. عائلة سليم الحقيقة فتحت حساب لجمع تبرعات مبلغ الحقنة أو ثمن الحقنة، وده طبعا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وعلشان يقدروا الحقيقة يعني ينجوا بسليم. تعالوا نطمن على حالة سليم، خلينا نكلم والده المهندس محمد عاطف والد سليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ شفكي، ازي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك. الأول يعني طمني واشرح لنا حالة سليم عاملة ازاي. في البداية أحب أشكر حضرتك على المداخلة، وبحب اقول ان سليم اكتشفنا المرض بتاع سليم وهو عمره 9 شهور، هو سليم دلوقتي عنده 1 سنة و10 شهور. فاكتشفنا المرض وهو عنده 9 شهور من خلال الكشف عند دكاتره الاطفال. فبعد الكشف دكاتره الاطفال طلبوا مننا نعمل رنين عن المخ، طلع الرنين الحمد لله ما فيهوش حاجه، فتوجهنا لدكتور مخ واعصاب وطلب ان احنا نعمل علاج طبيعي عشان هو قال ان هو عنده تاخر حركي. فبدأنا في العلاج الطبيعي، وأثناء العلاج الطبيعي توجهنا لدكتورة أمراض جينية وراثية دكتورة ناجية فهمي عشان نطمن أكتر، وطلبت مننا قالت لنا لازم نعمل تحاليل جينية لأنها كشفت قالت بالنظر طفل سليم مريض عنده ضمور عضلات شوكي. طلبت مننا نعمل رسم مخ وأعصاب وعضلات، رسم عضلات وأعصاب، وطلبت تحليل جيني. الرسم العضلات أثبت فعلا إن الطفل عنده مشكلة ومصاب بالمرض، عنده مشكله في الاطراف، وعملنا 3 تحاليل جينيه. للاسف اول تحليل وثاني تحليل ما بينش المرض، والدكتوره ناجيه قالت لازم عشان اشخص او اكتب العلاج لسليم لازم الطفره الجينيه لازم تبان في التحليل الجيني. فالطفره طبعا بانت في التحليل الثالث، تحليل رقم 3 اللي هو تاريخ 25/8. وقتها الدكتوره ناجيه قالت ان هو سليم ينفع له 3 انواع من العلاجات. اول علاج اللي هو الحقنه اللي هي ثمنها 40 مليون جنيه، وفي علاجين تانيين بيتاخدوا مدى الحياه. تمام. طب انا عايز اعرف بس بالنسبه للحقنه، يعني عايز اعرف بس استاذ محمد بالنسبه للحقنه، انا عرفت انه ليها وقت، يعني فهو فاضل له قد ايه في الوقت عشان يقدر ياخد الحقنه ويستفيد بيها؟ ايه الوقت المتاح ما تبقى يعني من الوقت؟ هو سليم حبيبي دلوقتي عنده 1 سنة و10 شهور، فالمفروض الحقنه دي تاخد قبل ما يتم 2 سنين.
يعني احنا بنتكلم خلاص في شهرين او اقل. اقل من شهرين بالظبط. اقل من شهرين. اقل من شهرين. اقل من شهرين. هو لو فاتوا الشهرين وما اخدش الحقنه هنا هتبقى المشكله. هنا هتبقى المشكله، لان في مصر لازم الحقنه تتاخد قبل ما الطفل يتم سنتين. طيب ولو اخد الحقنه، الحقنه دي هتشفي سليم؟ بص حضرتك يا استاذه شفكي، انا معايا تقارير من مستشفيات كبيره، من مستشفيات داخل مصر ومستشفيات من خارج مصر. ايوه. كلهم يعني معايا تقارير من مصر ومن دبي ومن امريكا ومن السعوديه، كلهم اثبتوا بناء على التحليل الجيني ورسم العضلات، عنده في التحليل الجيني ظاهر له 3 كوبيز من الاس ام اي، قالوا واقروا ان سليم لازم يتحقن بالحقنه الزولجانيزما في اسرع وقت قبل ما يتم السنتين. يعني احنا دلوقتي بنجري مع الوقت بالنسبه لسليم. طيب انا اللي عرفته انه انتم عملتم يعني صفحه او حساب للتبرع، وده تحت اشراف وزاره التضامن، مظبوط الكلام؟ مظبوط حضرتك. طيب يعني هل بدا يبقى فيه يعني تجمع لاي مبالغ في الحساب؟ حضرتك احنا فتحنا الحساب بالظبط من تاريخ 5/10، نفس الشهر اللي احنا فيه دلوقتي. يعني من اسابيع بس. من اسابيع بس، لان زي ما قلت لحضرتك ان التشخيص بناء على التحليل طلع متاخر، ففتحنا الحسابات في وقت متاخر والوقت بيداهمنا، ففتحنا حسابات عن طريق وزاره الصحه ووزاره التضامن، 3 حسابات لسليم في البنك الاهلي، بنك سي اي بي وفوري، جميع الحسابات طبعا تحت اشراف عشان التبرع لسليم. عشان التبرع لسليم من داخل مصر ومن خارج مصر. داخل مصر وخارج مصر. ما طبعا، وزي ما قلت لحضرتك يعني انا من خلال برنامج حضرتك يعني انا ببعت استغاثه للسيد الرئيس، رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، ان انا اقدر ادي ابني الحقنه قبل ما يتم السنتين، ومعايا زي ما قلت لحضرتك تقارير طبيه بتثبت ان سليم محتاج الحقن بالزولجانيزما يعني أكيد. قبل ما يتم السنتين، لانه الحاله بتتدهور. طبعا يعني الوضع اللي انت بتقول عليه ده استاذ محمد، احنا بنتكلم على سليم اللي انت البالغ من العمر سنه وتسع شهور، المفروض ياخد الحقنه قبل ما يكمل سنتين، الوقت قليل جدا. طيب سليم بيتكلم او باقي الوظائف العضويه عنده يعني سليمه؟ يعني حالته بقى الباقي بيتكلم؟ سليم الحمد لله يعني بيتكلم. يعني تخيلي حضرتك ابني يعني لما يبقى قاعد قدامي كده بيقول لي تاتا يا بابا، نفسه يمشي. تخيل بيقطع في قلبي قد ايه، بيموتني كل يوم، بيلعب بالالعاب بتاعته بيقول لي تاتا، بيمشيهم يعني والله بموت كل يوم لما بشوفه قدامي كده ومش قادر اعمل له حاجه. اكيد والله، يعني ربنا كبير دايما استاذ مهندس محمد عاطف، ربنا كبير ورسالتك واصله لكل الناس. وخليني ارجع تاني اكرر بانه سليم الطفل البالغ من العمر السنه وتسع شهور، وفي حمله تبرعات موجوده تحت اشراف وزاره التضامن ووزاره الصحه زي ما حضرتك قلت، وده موجود في البنوك المصريه سواء داخل وخارج مصر. اتمنى ان احنا يعني حتى بالمداخله دي نكون عملنا انتباه سواء طبعا للناس الساده المسؤولين، ونقدر نساعد سليم ونقدر نعدي بيه قبل مرور الشهرين زي ما حضرتك قلت. يعني اتمنى الخير كله لسليم، واتمنى مصر بلد كبيره والقلوب الرحيمه كبيره، وطفل مصري بيعاني. يعني اتمنى انا يعني احنا معاكم، وان شاء الله نحاول دايما معاكم في خلال الوقت ده من خلال التاسعه ان احنا نكون معاكم يعني كل الوقت علشان نقدر نساعدكم على نجمع اكبر قدر من التبرعات ونعدي بسليم لبر الامان. كلمه اخيره يا استاذ شفكي بعد اذنك. اتفضل. انا بناشد رجال الاعمال والممثلين ولاعيبه الكوره ان هم يساهموا معانا في انقاذ حياه سليم، ونقدر نديله الحقنه احسن من العلاج اللي هو مدى الحياه. يعني في علاج اللي مكتوب لسليم مدى الحياه، في حين ان حقنه لو خدها مره واحده خلاص هيبقى طفل طبيعي. هيبقى طفل طبيعي. وفي بالفعل في فنانين تفاعلوا معايا ونشروا على صفحات التواصل الاجتماعي زي الفنان تامر حسني والفنان حسن الرداد وكريم فهمي واحمد الشامي
وفي لعيبه كوره احب اشكرهم على الهواء، كابتن احمد حسن كوكا وكابتن عمر جابر تفاعلوا معايا ونشروا على صفحتهم وبالفعل اتبرعوا لسليم، انا بحب اشكرهم من خلال حضرتك. بص اكيد يعني احنا كمان معاك من خلال التاسعه، ويكون موجود ايضا وضع سليم عند صفحتنا على التاسعه، وباذن الله نعدي بسليم. مصر بلد خير وقلوب الناس كلها فيها خير، واعتقد ان كل من ذكرتهم وغيرهم كمان اللي يحبوا يتبرعوا حتى دون ذكر اسمهم اكيد هيبقى فيه خير. انا بتمنى لك الخير، وهنفضل نتابع معاكم حاله سليم، وهاكد تاني واقول سليم الطفل اللي يبلغ من العمر السنه وتسع شهور ومحتاج التبرع علشان يقدر طبعا يعدي من ضمور العضلات وحقنه واحده. صحيح انه المبلغ كبير، بس مع كل القلوب الرحيمه كل حاجه ممكن تبقى يعني صغيره وممكن تعدي بخير. بشكرك جدا المهندس محمد عاطف والد الطفل سليم، بشكرك شكرا جزيلا. أتمنى الخير، الناس كلها بيبقى عندها قصص وحكايات وابتلاءات، لكن تفضل كل حاجة ممكن تعدي بسلام وبخير. خلينا نروح لهذا التقرير. أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك، وانتوا عارفين اتكلمنا هنا على المشروع ده. كايرو بايك هو مشروع الخاص بالدراجات، وده مشروع الحقيقة رائع. ده هيكون أول منظومة للدراجات اللي بتهدف فيها استخدام يعني التقليل من ان احنا نستخدم العربيات او السيارات، انتوا عارفين الزحمه شكلها عامل ازاي، وكمان بنقلل فيها من التلوث نفسه. مصر اللي بتقيم او على ارضها يعني قمه للمناخ، قمه 27 للمناخ القريبه جدا في الشهر المقبل باذن الله، هي كمان بتحاول تقدم وسائل امنه ووسائل كمان صديقه للبيئه، والعجله او الدراجه صديقة جدا للبيئة والزحمة والصحة وكل هذه الأشياء. النهاردة بيتم افتتاح لهذا المشروع، تعالوا نتابع هذا المشروع. لينا أعود وألتقي معكم بعد فاصل قصير ونستكمل باقي فقرات الليلة من التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا. مشروع كايرو بايك هو مشروع أكبر نظام مشاركة دراجات تقريبا موجود في مصر، لأن هو عبارة عن 45 محطة في نطاق وسط البلد والزمالك. بيقدر ياخد العجلة من محطة ويركنها في أي محطة تانية قريبة من الشبكة. وعندنا نوعين من الاستخدام، الاستخدام عن طريق الابلكيشن بتاع دونكي ريبابليك ده، بس بيدفع عن طريق الفيزا، يا اما عن طريق الكارت المسبق الدفع ده بيملى استماره على الموقع الالكتروني بتاعنا kairobike.net، وفي خلال 48 ساعه بتجيله رساله ان هو يقدر يجي يستلم الكارت سواء من مكتبنا او بالتنسيق معاه لاقرب محطه ليه، بنسلمها للمندوب والمندوب بيسلمها له. احنا النهارده بنفتتح نص المشروع اللي هم 250 عجله بيغطوا 26 محطه في نطاق وسط البلد، وبيغطوا الميادين وبيغطوا محطات المترو وممشى اهل مصر. بيبداوا من القصر من اول شارع القصر الفرنسي العيني لحد نهايه رمسيس، ومعانا ميدان لازوغلي لحد الاوبرا. المشروع طبعا يعني تحفة، لأن هو من أوائل المشاريع اللي بتتعمل، وبتعمل زي بايك لين هيكون موجود في القاهرة وهيبتدي يدخل على الزمالك. وإحنا المكتب اللي عامل الديزاين، ف يعني إن شاء الله ده هيكون موجود في كل القاهرة، وهنحاول نوصله بممشى أهل مصر، وهيبقى مربوط بوسط البلد وهيبقى موجود في كذا مكان بعد كده ان شاء الله. زي ما شفنا هو مشروع ضخم جدا، فكرته بقت من 2016، وانا فخوره جدا ان اكون من التيم اللي عمل ديزاين للموضوع ده وان شفته بعيني. الفكره كلها ان احنا بنحاول نربط الاماكن ببعض ونقلل ازدحام الاماكن ونقلل البولوشن والتلوث في البيئه. وزي ما سياده الرئيس بادر بان البايكس والعجل دي اهم حاجه ومواصله صحيه جدا، فبدأنا بالفكرة دي والحمد لله شفناها قدام عينينا دلوقتي.
يعني زمان الأطفال كانوا بيلعبوا على ألعاب كده لطيفة، يجروا يعملوا حاجات لطيفة. يبدو أن الألعاب دي ما بقتش موجودة، اللي هو بقى نلعب كده الأولى والاستغماية ونجري ورا بعض والحاجات البسيطة دي، يعني كان وولا. لكن دلوقتي بقى فيه لعبة الحقيقة منتشرة وموجودة ما بين الأطفال. اللعبة فكرتها إيه؟ فكرتها أنه هو بيكتم نفسه، بيقعد على قرفصة كده على رجله لتحت زي سكواد، زي التمرين زي ما انتوا شايفين، ويقعد ويكتم نفسه خالص ما يطلعش، ويفضل لشوية كده ثانية بحيث انه النفس بيطلع الأكسجين ويتبقى ثاني أكسيد الكربون، وبعدين ده ممكن يخش المخ لو توقف. طبعا لما بيعمل دي ما بيوصلش خلاص أكسجين للمخ، فلو حصل ده ممكن يتعرض لمشاكل كتيرة جدا، حاجات بقى كتيرة بنسمعها، ممكن غيبوبة، حد يغمى عليه، حد يحصل حاجة عنده في المخ، جلطة. ودول أطفال، مشكلة إن إحنا ما بنعرفش الأطفال أحيانا بيلعبوا إيه، يكون في النادي، في المدرسة، عند صاحبه ماسك جهاز التليفون أو الآيباد وشغال مع لعبة تديله أوامر بالحاجات دي، أو مع أصحابه أو يتحدى أصحابه. لازم ننتبه لده. علشان كده احنا في التاسعة قررنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. معانا في ضيافتنا في التاسعة دكتور محمد عواد، استاذ المخ والاعصاب. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حقيقة موضوع عجيب طبعا، يعني عجيب. انا عايزه احط لحضرتك الصور وتقول لي ايه اللي ممكن يحصل بالظبط للاطفال اللي هم مش مدركين. يعني الصوره هي عندك على الشاشه ودي اطفال كلها بتكتم نفسها، قول لي بقى ايه اللي بيحصل طبيا. وطبعا احنا لازم نفهم ان اللعبه دي او الحركه دي بتعتمد على ان انا بعدل من جوده الدم اللي رايح للمخ. المخ ده عشان يشتغل عايز دم، والدم ده فيه عناصر من اهمها الاكسجين، وفي عناصر تانية زي ثاني اكسيد الكربون. فلو انا وقفت الدم اللي رايح للمخ او خليت الدم ده نسبه الاكسجين فيه قليله، طبعا المخ ده يتوقف عن العمل، والانسان بيجي له زي فقدان السيطره كده او اغماء خفيفه. هي ده الفكره في اللعبه دي. فالاولاد اللي بيعملوه دوت بيخلوا الدم اللي رايح للمخ ما فيهوش اكسجين، عن طريق ان انا بحبس نفسي، وان انا قبل ما احبس نفسي دوت بقلل نسبه الاكسجين اللي موجوده في الدم، عن طريق ان انا باخد انفاس متلاحقه، وبعدين حد بيمنعني، لان انا مفروض طبيعي لا اراديا لما الاكسجين في دمي هيقل الجسم هيعمل بعض التفاعلات اللي علشان هم بيقفوا يمنعوهم من فوق. يعني خلينا يا شباب ناخد الصوره تاني هنشوف. يعني انا شايفه ان هو بيكتم النفس، بيدرس الوقفه دي بقى بتكتم نفس الولد او البنت عشان ما يطلعش بقى بقيه النفس. ده نوع من انواع الخنق، فكده الدم رايح للمخ بس مش محمل بالاكسجين. الاطفال بيعملوا ايه اصلا؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه المتعه في ده؟ ما هو ده تغير سلوكي عند الاطفال. هم ليه الاطفال بيعملوا كده؟ هم بيدوروا على حاجه غريبه. الفكره الحاجه الغريبه دي جات لهم منين وليه بيعملوها وبيقلدوها وايه العائد منها؟ ده بقى اللي المفروض الناس الاجتماعيين يشوفوا القصه دي ويمشوا وراها ويعرفوا ليه الاطفال بيعملوا. طب ايه رايك خلينا ناخد يعني طالب من الطلاب اللي تعرضوا لده وناخد وندي معاه ونشوف ايه الموضوع. الطالب نور سمير. نور من الطلاب اللي تعرضوا لنفس التجربه دي، خليني اسلم على نور ونشوف ايه الموضوع. مساء الخير يا نور. مساء النور. عندك كم سنه يا نور؟ انا عندي 17. كم؟ 17 سنه. 17 كبيرة. طيب 17 ما شاء الله، شاب تمام. يعني قول لي يا نور، احكي لي انت ايه الموضوع، ايه اللعبه دي؟ هو يعني هو مش ما هي ما كانتش لعبه قوي، يعني هو في واحد صاحبنا قال لنا في حركه شافها كده على اليوتيوب تقريبا، بتبقى قاعد على الارض بتفضل تنهك كتير، بعد كده بتقوم مثلا بيزقني كده على الحيطه من صدري، النفس يعني بكتم ما بقاش عارف اخد نفسي كده، بيقوم عليها شويه بعد كده بقوم تاني. يعني دي اول مره انا اجربها، ما كنتش عارف ان هي مثلا فيها خطوره او فيها حاجه زي كده. بس الفكره كلها ايه؟ في ان انت لما بيغمى عليك انت ما بتكونش حاسس بنفسك بقى. فصحابي مثلا اللي واقفين جنبي بيشوفوني انا مغمى عليا عامل ازاي؟ في واحد مثلا مننا يعني اغمى عليه كان شكله عادي ما مختارش حاجه، كان اغمى عليه واحد مغمى عليه عادي، واحد تاني كان مثلا ايه؟ عينيه كانت بترعش، كان بيتشنج كده، فاللي هو هم كانوا بيضحكوا. طب وايه المتعه يا نور؟ يعني انا عايز اسالك، هو ايه المتعه في ده؟ واحد يغمى عليه والتاني يتشنج، ايه المتعه؟ لا هي ما كانتش متعه، احنا ما كناش واخدين الموضوع بضحك، يعني اللي هو كتجربه مش اكتر، اللي هو يعني بنشوف ده الكلام ده اصلا. يعني بعض الحاجات اللي بتنزل على التيك توك مثلا او على الفيديوهات الناس بيبقى عندها فضول تشوف ان ده حقيقي ولا لا، مش اكتر يعني. انما اللي احنا كنا فاكرين ان الموضوع فيه اذيه،
ولا عارفين ان الموضوع مثلا فيه مشاكل او فيه مثلا الواحد ممكن يحصل له حاجه بسببها. بس لما يعني انا لما عرفت ان في مشكله حصلت ناس بسبب الحوار ده، ما اكيد يعني مش هعمل كده، ولا هقول اللي عمل لي كده يعمل كده تاني، اكيد ما تبقى نصيحه. يعني انت خدت التجربه ولقيتها لقيتها دمها تقيل، يعني حاجه مش صحيه ولا لطيفه؟ ما لقيتهاش دمها تقيل، لا هو ما كانش ليها اعراض، بس انا لما اغمى عليا واقوم اللي هو انا مش فاكر اي حاجه وايه اللي حصل، كنت قايم دايخ كده هو مش فاكر اي حاجه، بس انا كنت بيتحكوا. ولما وروني الفيديو اللي هو مش يعني هي لا حاجه تزعل ولا حاجه تضحك، عادي. طب اكن واحد جرب حاجه في البيت عنده مثلا، طب لا منها افاده ولا منها. نور اقنعوك ازاي انك تعملها؟ ولا انت عندك 17 سنه يعني ما لا شاء الله. الكلام ده ما كانش 17 سنه، ده كان من زمان. كنت اصغر من كده؟ كنت اصغر من كده. كان عندك كم سنه وقتها؟ يعني تقريبا 15، يعني قبلها بسنتين. يعني اقنعوك ازاي؟ يعني انت ليه حبيت تعمل التجربه دي؟ يعني قالوا لك ايه مثلا؟ لا هو في يعني في واحد قال لي ايه، بقول لك ايه ممكن اعمل لك حركه كده اهوت، لسه شايفها على تيك توك، عايز تجربها معايا كده اهوت. قلت له ايه حركه؟ قال لي كذا كذا. قال لي طب يعني فين الافاده منها؟ قال لي عادي، اللي هو انا اصلا عايز اتاكد. فانا سالته انت عملتها مع حد كده يعني؟ قال لي عملتها مع كذا حد يعني، فعايز تجربها جربها. ما هما كلنا كنا واقفين مع بعض عادي بقى، فعايزين يشوفوا. بس عشان لما اتعملت في صاحبنا، هو صاحبنا لما وقع على الارض، فهي نوع من التحدي كده يعني، تعالى جربها. لا لا مش فكره التحدي، عادي. لو انا كنت قلت لا عادي مش هجرب، بس في السن ده بيبقى يعني الناس او الشباب اللي بتبقى زينا او الاطفال اللي بيبقوا زينا عندهم فضول شويه. ايوه بس فضول حاجه يعني. انا افهم ان واحد مثلا عايز يتسلق جبل يحقق رقم، واحد سباح عايز مثلا يعدي بطريقه معينه يعمل رقم، واحد في الجمباز في الكاراتيه في الجودو في اي حاجه، كل الحاجات دي معروفه. لكن حاجه زي كده ما خفتوش مثلا؟ ما حدش انها ممكن تاذيكم؟ احنا بقى ساعتها ما كناش اصلا على علم ان الموضوع ده ممكن يجي منه اضرار، او ساعتها تقريبا يعني اول مره الناس تعملها او تاني مره، يعني كانت حاجه نادره قوي اصلا، مش مشهوره جدا الحقيقه يعني. طبعا. فاللي هو جربها عادي، مش احنا مش فاكرين ان الموضوع فيه خطوره ولا حاجه، عادي. اللي هو ايه، طب هي اللعبه دي جت منين؟ يعني منتشره مثلا في بره، منتشره على السوشيال ميديا، جايه من ابس معين، جت منين؟ اللي صاحبي قاله لي، هو مش ما شافهاش تقريبا على تيك توك ولا حاجه، بس مش فاكر بالظبط هو يعني الحاجه اللي شافها منها ايه، بس هو كانت على السوشيال ميديا، مش فاكر بقى على ايه بالظبط، بس كانت تقريبا من السوشيال ميديا. طب وانت عملتها في المدرسه؟ لان الصور اللي عندي هنا بيعملوها في مدرسه. لا هو مش شرط، مش شرط في المدرسه، مش شرط يعني ممكن في اي مكان بقى. انا اصلا عملتها لما كنا في الاجازه عادي. طيب خليك يا نور معانا، خلينا كده نشوف دكتور محمد. انت شفت الكلام اللي بيقوله نور؟ هي برضو بيقول لك اصل الاطفال بيحبوا في السن ده يعملوا حاجات كده. طبعا ده خطير، ان هو طبعا معروف ان الاطفال بيحبوا او الشباب بيحبوا يجربوا كل حاجه، بس في بنات، بس لازم يكون عندي، مش بس شباب، عموما يعني الاطفال او المراهقين يعني، لكن لازم يكون عندي بيز او قاعده، انا امتى اجرب حاجه، ايه الحاجه اللي بتضرني ما اعملهاش، المفروض انا عندي عقل بفكر بيه. الحاجه الثانيه الاشراف، هما بيعملوا الحاجات دي فين، في المدرسه في البيت، لازم يكون في اشراف وتوجيه مستمر. وكويس طبعا ان المشكله دي الناس انتبهت لها علشان ينبهوا الطلبه، واحنا ننبه على اولادنا ان ده ما يحصلش، ان ممكن ده يؤدي لمشاكل كتيره. طيب اللحظه دي اللي هو بيقول عليها، كان بيحكي نور بيقول انه حصل له رعشه واغمى عليه، يعني وكان عنده 15 سنه برضو، يعني ما هوش يعني كبير قوي. فاللحظه دي الرعشه دي بقى ممكن كانت تودي فين؟ يعني الحمد لله ان هو عدى بسلام. ممكن حد ما يعديش لا من الرعشه ولا من الاغماء دي. احنا دايما بنشوف ناس كتيره جدا ممكن يغمى عليها في مواصله عامه وفي الشارع، واحد مرهق شويه مش شارب ميه في وقت الحر، فالجسم لما الدوره الدمويه اللي رايحه للمخ بتقل، المخ بيفقد السيطره والانسان بيقع على الارض، وبعدين التدفق الدم للمخ بيستعاد تاني والانسان بيرجع ان هو يستعيد وعيه. عشان كده احنا بننصح الناس لما حد يقع على الارض ما قعدوش ما وقفوش، اسيبه نايم وارفع رجليه علشان الدوره الدمويه ترجع تنتظم تاني، والمخ يجي له الدم المحمل بالاكسجين ويرجع يفوق تاني. ده اللي بيحصل في اللي هم بيعملوه. بس طبعا لو الدم ده تدفقه او الاكسجين نسبته نزلت وما قدرتش استرجع الدوره الدمويه للمخ، ممكن يحصل اصابات كتيره. ممكن اجزاء من المخ تتاثر، تاثر يحصل تشنجات، يحصل لا قدر الله جلطه،
ممكن لو طولت شوية تأثر على الحياة. هل ممكن تعمل جلطات في الجسم؟ طبعا. حتى للسن الصغير دول؟ طبعا. هو طبعا المفروض أن الدورة الدموية عند الأطفال أو الاستيعاب بتاعها أو مخهم يستحمل فترات اللي ما فيه دم أو نقص أكسجين فترة أطول من الكبار، لكن برضو ما فيش حاجة مأمونة. لو أنا أنت عندي كمان مش عارف حالة الطفل أو الطفلة يعني حالته الجسمانية أو يعني عاملة إزاي، يعني في برضو ناس طبعا بنيتهم ضعيفة، مش كل الناس بنفس القدرات، وده لو عمل التجربة دي ودخل فيها ممكن يحصل له مشاكل فعلا. فكل الأطفال مش زي بعض، والأطفال برضو إن هم يسيطروا على اللعبة دي، هي دي مش لعبة طبعا، دي حاجة خطر، ما ينفعش تبقى لعبة، لكن هم ممكن يسيطروا، ما يقدروش يستعيدوا أو يسعفوا صاحبهم ده بسرعة، وممكن يحصل مشاكل. هل ممكن تعمل جلطة كمان في المخ أو طبعًا توقف طبعًا لا ممكن تعمل كده؟ طبعا ممكن يتأثر كده، لو طوله شوية أو هو ما قدرش يستعيد نفسه بسرعة ممكن يحصل مشكلة. طيب خلونا ناخد الأستاذة، طيب خلينا هنشوف برضو، عايزين نعرف برضو يعني أولياء الأمور، يعني الحقيقة الواحد بيبقى متعاطف معاهم لأنه أنت ما تعرفش كمان الأولاد بيعملوا إيه أو الألعاب شكلها إيه، وتبدو أنها ممكن تكون لعبة يعني تبدو بدنية لو حد شايفها من بعيد مش عارف هما بيعملوا إيه، لكن هي كمان فكرة، كمان أنا عايزة الصورة ترجع تاني، فكرة اللي بيخنق بقى اللي هو بيوقف بيدوسه هنا على الرقبة، طب اللي بيعمل ده ممكن تكون ايده جامده فيخنقه فعلا. طبعا هو ده نوع من انواع الخنق. هو انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بمنعه من التنفس او ان انا بقلل تدفق الدم اللي رايح للمخ، الاثنين دول يعني خنق، وده ممكن يؤدي الى مشكله طبعا. لانه اللي بيعمل بايده ده هو مش عارف هو بيعمل ايه، هذه الفكره، هو مش عارف بيعمل قد ايه ومدى اثره وامتى يبطل، فهي برضو زي ما اقول هي مش لعبه، هي مش حاجه تتجرب او اللي يعرف يعملها يعملها، هي مش لعبه خالص، هو اجراء سيء جدا ممكن يؤدي لعواقب وخيمه جدا بين الاطفال. وحد هو بيعمل كده الحقيقه يعني وحصل له بقى مشكله، ايه الاسعافات الاوليه في ده؟ وطبعا اي حد يحصل له غيبوبه او فقدان للوعي، اول حاجه من الموجودين المحيطين حواليه يعملوا حاجتين، ان انا اخليه مستلقي على الارض وان انا ارفع رجله، ولو انا عندي معلومات طبيه شويه اشوف النبض بتاعه وبيتنفس ولا لا، لقيته طبعا النبض بتاعه منتظم وبيتنفس خلاص هو شويه يعني هيستعيد وظيفته. يعني بس لو هو في مجال مدرسه واطفال وكده اعتقد الاسعاف هي اسهل ووجود دكتور طبعا متخصص يعني اي حد. طيب خلينا نشكر نور. يا نور انا بشكر نور. طيب النور اللي كان معانا وشرح لنا القصه، هو كطالب يعني كان موجود في التجربه دي. خليني اروح للاستاذه مها محرم مؤسسه جروب مصر تتقدم، وهي اول من فجر هذه القضيه. مساء الخير استاذه مها. اهلا بحضرتك يا شفكي وبالدكتور، برحب بالدكتور اللي مع حضرتك. اهلا بيكي، قولي لي القضيه دي انت عرفتيها ازاي يعني؟ اتفضلي. بصي اقول لحضرتك على حاجه، الاطفال او المراهقين عموما اكتر حاجه هم عندهم حاجه اسمها ترند وعلى التيك توك طبعا والكلام ده، فهم بيشوفوا الحاجات دي وياخدوها من التيك توك وبيقلدوها. يعني بيشوفوا ده وبيقلدوه، ايه الترند اللي طالع ونعمل زيه. صح. فهم من على التيك توك لقطوا الحاجات دي، طب تعالوا نجرب، طب تعالوا نعمل، طب تعالوا نشوف. واحنا المفروض يعني يبقى في توعيه مش بس في المدارس، لان زي ما سمعتي نور من شويه بيقول لك ان انا ما عملتهاش ما كنتش في المدرسه. يعني عملها في الصيف في الاجازه، ممكن يبقى في النادي في الشارع في مول في اي حته بقى بالزبط فيها شباب، حته فيها شباب بالظبط كده اهوت، يعني في اي مكان يعني ممكن يعملوها مش شرط بس المدرسه، بس طبعا المدرسه بتبقى تجمع اكبر او عدد اكبر فبيبقى الخطر ازيد اكيد. انا كمان شفت الحقيقه فيديوهات، يعني انا الاول قلت ممكن الذكور يبقى عندهم هذه، لكن لا ده فيها بنات واولاد، يعني لا ده مش أنا مرتبطه بنت او ولد بنات. اتفضلي. يعني اغلب الفيديوهات اللي عدت عليا كانت بنات. هقول لحضرتك على حاجه، الترند اللي طالع او اللي لفت انتباهي كمان اليومين دول مدارس بقى، ان الطلبه تروح المدرسه بسوري يعني بالكروكس او بالسليبر شبشب. ده ترند طالع جديد انا لسه شايفاه. يروح المدرسه بشبشب، بس هنا فين المدرسه؟ يعني المدرسه كمان هنا لازم يبقى عندها دور. بالظبط. اروح المدرسه لازم وانا لابس الشوز بتاعتي فرده وفرده. لا يعني ماشي، دي ممكن تبقى اذا كانت دي عجباهم. لا ما انا هنا يعني وانا كطالب لو حاجه رياضيه، لكن هي الخطوره بوصل ايه الرساله اللي انا بوصلها وانا بقول ايه؟ يعني وانا بعمل كده ليه؟ حاجه وشفتها على التيك توك وترند وطالع، هو انا كطالب
يعني او انا كاخصائي اجتماعي، انت يا حبيبي او انت حبيبتي انتوا عايزين توصلوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني طبعا. ايه الرساله اللي انت كطفل عايز توصلها؟ يعني دخلي من باب المدرسه لابس فرده وفرده، هو انا ما دخلكش يعني، انا من اولها كده من ده. عموما بصي، علشان احنا كمان بنتكلم على الموضوع اللي بيهم صحتهم ده واللي هو فعلا مقلق، انا بتفق معاكي، هو كمان لازم نبقى شايفين دايما في عيون على اولادنا، مدرسه بقى، نادي، بيت، اي مكان، علشان صحتهم اهم من كل حاجه يعني. انا بشكرك جدا استاذه مها محرم، مؤسسه جروب مصر بتتقدم، يعني حلو ان الناس يبقى عندها وعي وان الناس تتابع، وانه من وقت للتاني اي حاجه بتضر صحه الناس نبقى واقفين طول الوقت عليها. ايه اللي تحبي تقوله انت بقى للاهالي، يقولوا ايه لاولادهم بالنسبه للحاجات الصحيه دي اللي هو طبعا يلعب في نفسه، في صوته، في صحته؟ طبعا انا لازم اعرف الطفل على جسمه، اعرفه واعرفه حدود، ان هو في حد يتعامل معاه لازم يبقى في حدود، ما حدش يلمسك، ما حدش يعملك. وطبعا لازم افهمه ان اي حاجه غريبه مش متعرف عليها، انا ما قلتلوش عليها، وهو عايز يجربها، على الاقل لازم يرجع ليا قبل ما يجرب التجربه، يرجع لاهله او للمدرسه او للكابتن او ايا كان، بحيث انه وانا لو عملت ده في ضرر على صحتي يعني. ليه فكره انه هو يبقى عارف هو المفروض يعمل ايه يعني. والتواصل معاه، هو يبقى متواصل مع اهله، وهو متواصل مع المدرس او المشرف الاجتماعي، عشان حاجه زي دي تتلحق وان شاء الله ما يحصلش حاجه منها لاولادنا. اكيد. انا بشكرك جدا ونتمنى الخير لاولادنا. دكتور محمد عواد، استاذ المخ والاعصاب، اشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، نورتنا. وبتمنى بجد انه انا عارفه انه الاهالي الحقيقه بيبقوا مش عارفين اللي بيحصل مع الشباب، لكن مش عايزه اقول رقابه، هي متابعه يعني، هي متابعه نطمن على اولادنا ونشوف الحاجات اللي بيشوفوها واللي بيتاثروا بيها. وفي حاجات بتبقى لطيفه تمام، في اهالي بتعمل تيك توك مع اولادها وحاجات كده فنيه لطيفه ماشي الحال، لكن الحاجات اللي فيها ضرر على الصحه دي لازم نبقى منتبهين بيها. حاولنا ان احنا كمان نكون منتبهين معاكم فيها. الفقره التاليه الحقيقه فقره مهمه، ازاي اقدر اعرف انه ممكن ابني يكون معرض للمخدرات، او يكون حد عرض عليه انه يتناول المخدرات، او يقول له جرب بس او شوف بس، يعني دي من مره مش هيعمل حاجه، او ده مش هيأثر قوي، تعالى بس كده وشوف وانت هتعمل دماغ. الكلمه اللي دايما تتقال، خلينا نكون دايما عين وعين مع اولادنا، عين عليهم وعين معاهم. هنتكلم عن تأثير المخدرات وإزاي نقدر مع بعض نحاول نعمل توعية ونحاول كمان ننجو بولادنا منها بإذن الله. في الفقرة التالية أرجوكم ابقوا معنا. موضوع المخدرات ده الحقيقة موضوع لما تيجي تتكلم فيه فتيجي تحط إيدك على الفئات، يعني مين الأكثر تضرراً أو مين الناس اللي بيروحوا لهذا المخدر، ما تقدرش تحدد فئة ولا تقدر تحدد مين، يعني هل الإنسان الأقل يعني الفقير مثلاً؟ لا. هل الإنسان المتوسط؟ لا. هل الإنسان اللي عنده فلوس؟ لا. هل اللي عنده تعليم؟ لا. هل يعني ما تعرفش هي بتبدأ إزاي، لكن أكيد هي فيها مشكلة من البيوت، فيها مشكلة إنه الناس ما تبقاش على قدر من الوعي والاهتمام بصحتها، وإن الناس بقى تروح مع أي حد، وإن واحد يجرب فيقولك بس جرب، طب شوف، لا أصل السيجارة دي مش هتأثر، أصل الحشيش ده حاجة خفيفة، طب روح لده وبعدين رجله تيجي. وبنشوف مشاكل كتيرة جدا في العائلات وما بيعرفوش يحلوها، لأنها الحقيقة محتاجة علاج. قبل ما نروح للعلاج يا رب نلحق نوقف المشكلة قبل ما تدخل في الإدمان. خلينا نتكلم في الموضوع ونفكر فيه معاكم بصوت عالي. دكتور عبد الرحمن حماد، استشاري الطب النفسي ومدير وحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى العباسية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ليه ما بنعرفش الإدمان ما بياخدش طبقة بعينها أو فئات بعينها، هو منتشر يعني كده موجود في فئات كتير وفي طبقات كتير تقرير المخدرات العالمي بتاع 2022 ده صادر من حوالي يعني 3-4 شهور، كان عنوانه كده مشكلة المخدرات أكثر تعقيدا وأكثر انتشارا. عدد الناس اللي خدوا مخدرات في السنة السابقة اللي فيها التقرير كانوا حوالي 300 مليون،
عدد الناس اللي على نمط 100 مليون في العالم؟ على مستوى العالم. عدد الناس اللي على نمط دار كان حوالي 36 مليون، يعني على نمط دار فقد السيطرة، المخدرات سببت له مشكلة كبيرة، محتاج يعني 300 مليون متعاطي؟ بالظبط كده. واللي فقد بقى خلاص، اللي فقد السيطرة ووصلوا لمرحلة الإدمان الشديد، اللي احتاجوا ربما للحجز، اللي حصل لهم مشاكل نفسية أو مشاكل صحية نتيجة للإدمان، أو اتسجنوا بسبب الإدمان، أو فقدوا وظائفهم، حوالي 36 مليون. أكثر تعقيدا وأكثر انتشارا. تعقيدا ليه؟ مثلا هل الإدمان منتشر أكثر في الفقراء ولا في الأغنياء؟ الناس اللي معاهم فلوس ولا مش معاهم؟ الطبقتين بياخدوا فلوس، اللي معاهم فلوس بياخدوا مخدرات، واللي مش معاهم فلوس بياخدوا مخدرات. الأسوأ إن اللي مش معاهم فلوس أو الفقراء، إن تطور مرض الإدمان والكومبليكيشنز أو المضاعفات اللي بتحصل بتحصل فيهم أسرع. ودرجة التقرير بيقول إيه؟ بيقول إن أفريقيا أكثر قارة في العالم هيزيد نسبة المدمنين فيها بنسبة 40% في عام 2030. يعني القارة الوحيدة اللي هتزيد بأكبر ليه؟ نسبة. ليه؟ السبب؟ الفقر ليه دور كبير في كده. الفقير لما بياخد مخدرات هياخد أرخص وأسوأ الأنواع، هياخد أنواع رديئة. وحاجة تانية كمان، طب خد مخدرات عايز يتعالج، مش متوفر له سرير العلاج أو فرصة للعلاج. التاني متوفر له فرصة للعلاج، ولو انتكس أهله هيعالجوه تاني. لا، ده ممكن ده الفقير هياخد مخدرات، ومخدرات سيئة أو أنواع وحشة جدا سيئة، وفي نفس الوقت مش هيلقى فرصة للعلاج، وحتى لو أتيح لي فرصة ممكن لا تتاح لي فرصة ثانية. هياخد وقت لغاية ما أهله يدوه للعلاج، لكن التاني يكون يتعالج مرة واثنين وثلاثة، فده بيقلل المضاعفات عليه. لكن الطبقتين بياخدوا، وكل طبقة ليها المخدرات بتاعتها. طيب خليني كده أقول، لو أنا برضو يعني أنا في المجتمع والأهالي، إزاي يقدر يعرف إنه ابنه عنده اللي ممكن ياخده في السكة دي، أو في كده شواهد ممكن تحسسه إنه في حاجة غريبة بتحصل؟ الدراسات العلمية دلوقتي بتتكلم على إيه؟ على للوقاية إن الأولاد ما ياخدوش مخدرات، ومش بس المخدرات، أي ريسك بيهيفير، إنه ما يدخنش، إن ما يدخلش في علاقات جنسية مبكرة، أو إن يعمل أي تصرفات مثلا. بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا إن تحدث لأبناء، يعني قرب منه، اعرف سلوكه، اعرف صحابه، شاركه الاهتمامات، خليك موجود في حياته، عشان ما نتفاجئش إن الولد دخن، بدأ يزوغ من المدرسة، بدأ ياخد مخدرات. فعنده سلوك، السلوك ده ممكن يوديه للسكة دي. بالظبط. أنا سمعت يا دكتور حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي بيقولوها، لو أنا مثلا حسيت إن ابني عنده مثلا حتى إدمان للشوكولاتة، أخاف. ده حقيقي. إدمان للقهوة. ده حقيقي. يعني إدمان لأي شيء، يعني فكرة إن أنا أبقى مدمن لحاجة معينة، دي برضو ممكن توديني للطريق ده؟ ده حقيقي، لأن ده بينبئنا إن في شخصية إدمانية. الشخصية الإدمانية أو الاعتمادية ممكن تدمن أي حاجة. بالمناسبة الأولاد اللي بياخدوا مخدرات هنلاقي يعني حتى دلوقتي بيتكلموا أكتر على الإدمانات السلوكية أكتر من إدمان المخدرات. زي إدينا أمثلة دكتور. يعني ممكن يبقى مدمن على المخدرات، ممكن يدمن يبقى مدمن على البورن أو العلاقات الجنسية، ممكن يبقى مدمن على الجيمينج مثلا. فأنا من البداية أشوف شخصية ابني، ألقط الحاجات دي مبكرا. ألقطها إن يبقى أحاول أربيه بحاجة معينة، أحاول أربيه بشكل متوازن، بيروح المدرسة، عنده تمرين، بيروح يصلي، بيشارك في نشاط اجتماعي في العيلة، بلاش أسيبه يتسحل قدام الموبايل. كتير من الأهل أو الأسر بيدوا أولادهم الموبايل ويسيبوه قدام الموبايل، بيسيبوه قدام السوشيال ميديا بالساعات الكثيرة. لازم يتحدد له وقت محدد يستخدم فيه السمارت فون، يتحدد له وقت محدد يتفرج على التلفزيون، اللي هي تظبيط السلوك. يعني ان انا ابقى برضو بظبط السلوك بتاعه يعني قد ما اقدر. بيسموها الرقابه الوالديه او المتابعه الوالديه، عشان كده بيقولوا احد اسباب الخطوره فقدان الرقابه او المتابعه الوالديه، اكون موجود في تفاصيله، اتابع مراحل النمو بتاعته، اعرف صحابه بيخرج امتى وبيرجع امتى. شكل اللي هو بدا الادمان ايه اللي يقلقني؟ ذبول، مفيش قدره، يعني اديني برضو حاجات كده اقدر انا ابقى عندي القلق ده. في مجموعه من العلامات بنقول عليها warning signs او علامات خطوره. واحد، تغيير في السلوك، كان لطيف وهادي وكيوت، ابتدى يعصب، ينرفز من غير اي حاجه. ثاني حاجه، تغيير مستمر في الاصدقاء، كل شويه يبقى في شله جديده في حياته. ثالث حاجه، بدا يبقى عدواني وعنيف وبيرد كده بعصبيه. رابع حاجه، بدا يبقى مثلا في تغيرات في الجسم، في شحوب في اللون بتاعه، عينيه بتجيلي محمره، أو في شكل، وكل مادة من المواد لها شكل مميز، أداؤه مثلا، عصبيته على أهله.
تجرؤه احيانا الاداء الدراسي بتاعه بدل ما كان متفوق دلوقتي اصبح نمره بتقل لغايه ما اصبح دلوقتي ممكن يتعثر دراسيا، ابتدى مثلا دلوقتي يتاخر عن البيت، ابتدى يطلب فلوس زياده، ابتدى ان هو مثلا تصدر منه تصرفات ما كانتش متوقعه مثلا. يعني اذا اللي هي العين اللي فيها متابعه، يعني بلاش اقول رقابه لان بتخنق الاولاد، لكن اللي فيها متابعه بعين اسمها المتابعه الوالديه اكتر من الرقابه. طيب الوالديه. خلينا كده ندي شويه يعني نصايح للناس وكده، خصوصا مساله الادمان دي بقت يعني احيانا، والناس البسيطه اهالينا البسطاء، ابنه بيخرج على باب الله او بيشتغل، ممكن يكون بيدرس او بيشتغل في اي حاجه، ازاي يطمن عليه؟ يعمل ايه؟ يعني ايه اللي المفروض يعمله الشاب في السن ده؟ لانه الشاب عنده طاقه زياده، انا ازاي افعل الطاقه دي بحيث انها ما تبقاش طاقه زياده تروح لمشوار غلط يعني. تمام. في مره من المرات يعني حد يعني بروفيسور امريكي جايبينه في مدرسه، فبيعمل برنامج للتوعيه مع الاولاد، فعمل ايه؟ جاب لهم جذوع شجر وحبال وحاجات كده، قالوا له بس الاولاد هيتعوروا كده، قال خليه يتعور ما فيش مشكله، ده بيسموه ايه؟ كنترول ريسك. انا عايز يطلع الطاقه اللي عنده بس يطلعها في حاجات ايجابيه. يمارس رياضه، يمارس تحديات كثيره في حياته، التفوق الدراسي ومتابعته في الدراسه ده بروتكتيف فاكتور. دايما بيتكلموا دلوقتي على حاجه اسمها عوامل الحمايه وعوامل الخطوره. عوامل احنا عاوزين عوامل الحمايه، وانت بتتكلم برضو يا ريت تديني نصائح للاسر البسيطه، مش كل الناس عندها نادي، مش كل الناس هتاخد بالها، في ناس بسيطه على باب الله، الست بتخرج أسرة معيلة بتعول أولادها، بتخرج هما بيروحوا مدرسة، تطمن إزاي؟ أكبر عامل حماية ومش محتاج فلوس ولا محتاج أي حاجة، وجود الأب أو الأم في تفاصيل حياة أولادهم، إن هم يصاحبوهم، يبقوا قريبين منهم، إن هم يتابعوهم، إن هم يبقوا في شكل التواصل، في دفى في العلاقة بينهم، يقدر يتكلم مع بابا، يقدر يتكلم مع مامته، هم يقدروا يتواصلوا معاهم، يقدروا يبنوا سور للتواصل معاهم. لما ابنه يخرج يقول له أنا خارج وهرجع الساعة كذا، لما الولد يكون خارج يطمن أهله إن هو بره، ويبقى في ده شكل وأسلوب حياة موجود جوه البيت. ده مش محتاج فلوس ولا محتاج أي حاجة، اللي فيه متابعة كده من القلب. طيب أنا عايزة كده ندي برضو نتكلم عن شوية حاجات الناس تقولها. يقول لك إيه؟ يا عم خد سيجارة حشيش والله ما فيها حاجة. الحاجات العشبية دي اللي هم فاهمين إنها ممكن، والبانجو يقول لك لا 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 دي حاجات عادية، غير الحاجات الكيميائية. يعني أنا عايزة أفرق برضو، تفرق للناس إنه كله بيمشي في نفس السكة في الآخر. ده حقيقي. يعني احنا المخدرات يا إما تكون حاجات يعني نباتية زي البانجو والحشيش، أو حاجات سينسيتك أو صناعية. اتفاقات المخدرات العالمية، الثلاث اتفاقيات، بيصنفوا الحشيش في الجدول الأول من المخدرات، مع الكوكين مع الهيروين مع باقي أنواع المخدرات. ليه الناس بس بتقول إن الحشيش مش إدمان ودي سجارة عادية أو الكلام ده؟ ليه؟ لأن الثقافة بتاعتنا احنا الشعبية بتقبل الحشيش زي الثقافة الغربية ما بتقبل الكحول، والكحول عادي جدا هنا، والوايت والاسماء بالزبط. اللي بنسمعها، فاحنا في قبول للثقافة دي، لكن الويت الحقيقة الويت بالظبط. لكن الحشيش هو أكتر مادة مستخدمة حوالين العالم، بيستخدمها أكتر من 200 مليون. الحشيش لو حد خد حشيش هيبقى مدمن عليه بنسبة كام؟ بنسبة واحد من بين كل. الحشيش ممكن يؤثر في إيه على المدمن؟ واحد، لو ولد خد الحشيش في سن صغيره معدل الذكاء بتاعه هيقل 8 نقط عن الولد اللي في السن اللي مش بيشرب حشيش. ودلوقتي بنشوف سن التعاطي على مستوى العالم، وحتى عندنا في مصر انخفض، بدل ما كان 16 سنه ممكن يوصل ل 13 سنه الاولاد بيبتدوا يجربوا فيه. 13 سنه سن التعاطي ده في معظم دول العالم، وتقرير المخدرات العالمي بيقول كده. تاني حاجة إن بيأثر على الأداء الدراسي، لأن بيأثر على حاجة اسمها الكوجنيتيف فانكشنز أو الوظائف المعرفية، زي التركيز، زي الذاكرة، زي الحكم على الأمور. ثالث حاجة إن ممكن يسبب أعراض نفسية زي الاكتئاب، زي ده طبعا. بنشوف حاجات دلوقتي، نوبات الذهان الحادة أو بيسموها سايكوتيك، يعني فيرست سايكوتيك إبسود، دي بتحصل مينلي مع الحشيش، وبالذات بتحصل لما الأولاد الصغيرين. عشان كده فكرة إن الأولاد أو حد يبتدي في سن صغير خطرة جدا. ليه؟ لأن المخ بيفضل يتكون من أول الولادة لغاية منتصف العشرينات، لغاية 25 سنة. طيب. فلما حد ياخد في سن صغيرة الحشيش بيتدخل في طريقة تكوين المخ، فبيبتدي يحصل بيغير طريقة تكوين المخ، بيغيره بالظبط. فعشان كده عندهم تدهور دراسي، بيبقى عندهم عدم القدرة على إنجاز المهام اللي بتطلب منهم. هي فكرة إن أنا السيجارة ممكن تغيبني، يعني تغيب عقلي أو تقلل من قدراتي. طب فكرة بقى إنه
احيانا حد يقول لك ايه، يبقى حد عنده ضغط، عنده مشكله اسريه، مشكله في الشغل، ايا كانت المشكله، فيقول له بس خد خد دي هت ايه هتهديك وتخليك تفكر وتحل. في ناس ضعيفه بتقبل ده، ومن هنا من النقطه دي، من اول ما بيقبل ده بيخش في مساله بقى التعاطي ثم الادمان، فبيحس انه طب انا هعمل ايه، انا عايز انسى، يقول لك اصل انا عايز انسى. تمام، بتحصل ده، بيحصل حقيقي. دي مجموعة من الأسباب بنتكلم عليها. الشكل اللي حضرتك وصفتيه ده ممكن يبقى مرتبط بالكالتشر، مرتبط بضغط، بنقول عليها ضغط الأقران، أو ثقافة مرتبطة في المناطق مثلا معينة، أو بين فئات معينة أو كده. لكن في أسباب تانية كتير، إن المخدرات تبقى متاحة، بتبقى متوفرة، سعرها رخيص، في يعني في أفلام أو في مثلا أعمال درامية بتروج ليها، وبتظهر اللي بيشرب مخدرات إنه بطل وإنه قوي. هل أنت سعيد لأنه الدراما الحقيقة بقى عندها صوت عالي دلوقتي؟ انها وقفت المسائل دي، وانه ما يبقاش فكره انه البطل ما يعني متضايق فياخد سيجاره، يعني بقى في وعي في الحكايه دي في الدراما. لكن انا عايز ارجع تاني كمان الاصدقاء. احيانا ممكن يبقى حد تمام ويبقى في صديق هو السبب، الادمان هو سبب المشكله، يكاد يكون ده اكتر سبب. احنا بنقول عاده الطفل بينتمي للاسره اكتر، لكن المراهق بينتمي للشله او لاصحابه. يكاد يكون السبب الرئيسي في التعاطي اللي هو تاثير الاصدقاء، الشله، في حد من الشله بيشرب. ليه؟ لانه هو عايز ينتمي للجروب، للمجموعه دي، عايز يكون زيهم، عايز يقول لك دور المجموعه اللي انا بضرب معاهم، كلمه بالزبط. بضرب معاهم بالزبط. دي فتاثير الشله او تاثير الصحاب ده السبب الرئيسي في الغالب اللي بيخلي الاولاد ياخدوا مخدرات. ليه دايما بيتقال انه لا، لو انت مدمن هيروين او كوكايين انت علاجك صاحب انت انتهيت؟ ده حقيقي؟ احنا بنفرق المخدرات حسب الشده بتاعتها. الكوكين والهيروين والايس او الشابو المنتشر دلوقتي بنقول عليها هارد دراجز، هي شديده السميه، وكمان تطور الادمان عليها اسرع بكتير. يعني عشان واحد يبقى مدمن للحشيش هياخده يوميا مثلا لمده سنه، لكن الكوكين والمواد والهيروين والحاجات دي لا، ده ممكن من كذا جرعه يبقى مدمن عليها ويفقد السيطره عليها. وليها مخاطر كبيره، مش معنى كده مخاطر الحشيش اقل، لا، ده الحشيش ممكن يسبب فصام، ممكن يسبب اكتئاب، ممكن يسبب تدهور وظيفي، ممكن يسبب كل حاجه، كل شيء. نفس الكلام بالنسبه للمخدرات الثانيه، ممكن يدخل في اوفر دوز، ممكن يحصل له جلطات، ممكن يحصل توقف للتنفس، ممكن يحصل يعني موت مفاجئ، ممكن يحصل تسبب بنفس المشاكل. لكن نسبه العلاج بقى، العلاج اخباره يعني كتير قوي، بنشوف حتى في الدراما بيعملوا جلسات كده جماعيه عشان كل واحد يقول مشكلته، بيعملوا رياضه، بيبعتوهم عن اصدقائهم، حتى بيخليهم حتى يمتنعوا حتى عن نفس المود والمزيكا والحياه اللي عاشوها دي. هل ده فعلا ممكن يخليهم متعافين؟ ده حقيقي، لكن خلينا اكد ان لما بيتطور الاضطراب ويوصل لمرحله الادمان مش فارق نوع الماده بياخد ايه او كده. عشان كده لما بنعالجهم بنعالجهم مع بعض. التعافي من الادمان ممكن، ممكن جدا، بل بالعكس ده اجمل نجاح للمدمن او للشخص اللي جرب مخدرات، هو نجاحه في العلاج من الادمان. وهو مدمن هو ميت، بيموت كل يوم، بيموت كل لحظه، هو وعيلته ومجتمعه وناسه وبلده وحاجات كتيره قوي. ده حقيقي، ممكن يتسبب لضرر لنفسه لو هو سايق العربيه وشارب سيجاره حشيش، ممكن يسبب وفيات كتيره في الشارع وهو واخد مخدرات، ممكن يحصل سلوك عدواني او سلوك عنيف، يقتل حد، يؤذي حد من اهله وهو واخد مخدرات، ممكن يحصل له اوفر دوز، ممكن يتصرف بشكل عشوائي او شكل غير محسوب العواقب. طب ليه المخدرات بتروح لناس يعني حد يعني عنده مشاكل كتيرة جدا يقع في المخدرات، حد مبسوط، بعض المشاهير حتى في العالم يعني شفنا حكايات كتير للمشاهير دول، طب ده عنده فلوس وشهرة، إيه اللي بيحصل في النفس البشرية تخليك تروح للسكك دي؟ بنقسم الأسباب، سببين رئيسيين بيخلوا الناس ياخدوا مخدرات، أسباب بيولوجية لها علاقة بالوراثة، وأسباب بنقول عليها بيئية أو انفيرومنتال. الأسباب البيولوجية حوالي 30-40%، وممكن تبقى موجوده، يعني ابوه مدمن هو هيطلع مدمن، او في تاريخ مرضي في العيله. لكن الاسباب البيئيه والانفايرومنتال هي الاهم. زي ايه؟ هو بيئه عمل في متعارف عليها مثلا ان فيها ثقافه شرب مثلا، تمام، هو الشله بتاعته بتشرب، او هو في ضغوط في بيئه العمل اللي هو موجود فيها. ده هل ده مرتبط بالابداع؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله يقول لك ايه، مع يعني مع الاحترام طبعا يعني لكل الناس، ممكن يكون مبدع في اي مجال يقول لك لا بس معلش يعني هم المبدعين كده،
تمام. هم الناس كده، هم المشاهير بعضهم كده، بتسمع الكلام ده طبعًا. ايه العلاقة؟ ولا في ناس وصمتها بس وخلاص يعني؟ للحقيقة دي أكبر كذبة بيتم الترويج ليها، إن المخدرات بتحفز الإبداع. عشان يحصل إبداع بيحتاج إلى صفاء ذهني، بيحتاج إلى قدرات عالية، بيحتاج إلى تفكير خارج المألوف، بيحتاج إلى تركيز وإدراك. الإدمان بيعمل إيه؟ بيبوظ كل الوظائف دي، بيبوظ الإدراك، ولا بيحفز ولا بي ولا أي حاجة. هل دي حالة نفسية بيحط نفسه فيها؟ عشان بيحطوا نفسهم فيها؟ هو بالتأكيد دي حاجة. والحاجة التانية، لو حد خد سيجارة حشيش في الأول، الحشيش ممكن يعمل له ريلاكسيشن. بالتأكيد أي حد فينا عنده ضغوط، فممكن لو جرب سيجارة في الأول هيهدى فعلا، أو ممكن يهدى. لكن والله لو شربت كوباية نعناع وأنا مضايقة برضه حد بالظبط ده حقيقي، بس تبقى لطيفة جدا. المشكلة إن هو مش عارف إن ممكن يفقد السيطرة بعد كده. التجربة اللي جربها أول مرة وديته إحساس لذيذ ولطيف ممكن ما تكملش بالشكل ده، فممكن يفقد السيطرة، ممكن يحصل له يعني فقدان لكل الوظائف المعرفية أو تدهور فيها، ممكن يحصل كل المشاكل الصحية بتحصل مع كل المخدرات. يعني الحشيش مثلا بيسبب أمراض زي السرطان وأمراض في القلب، الهيروين والكوكين والهارد دراجز بتسبب مشاكل على القلب على الرئتين، بتسبب جلطات، بتسبب أعراض ذهنية زي المخدرات بقى وطاقة العمل وعدم النوم والسهر لأنه الحياة بتتبدل، فبتوصل الإنسان لفين؟ يعني ليه بتخلي بنشوف حالات ويتخانقوا مع أهليهم ويضرب أمه ويضرب أبوه ويبيع حاجة البيت ويبيع حاجة الشقة وزيجات بيتم الانفصال وقصص كتيرة جدا نتيجة المخدرات دي؟ بتوصل يعني بتوصل لحد فين؟ احنا حد الانتحار كمان. ده حقيقي. احنا لما بنعرف الإدمان فبنقول رغبة قهرية في التعاطي، compulsive behavior. هو مش بيبقى شايف حاجة. هو لو أنا فاكر قصة إن حد من الشباب وهو بيتعالج بيحكي يعني أشد موقف حركه للعلاج، فبيقول إيه؟ إن بنتي كانت سخنة وكان في 50 جنيه في البيت وكان وقت الضرباية دلوقتي، فيا إما هضرب يا إما هوديها للدكتور. قال أنا رحت ضربت وسبت بنتي دلوقتي. هو لما تعالج شاف قد إيه التصرف اللي عمله ده منتهى الجنون طبعا. يعني مش متصور إن حد يتصرف أهله ولا ناسه ولا بيشوف حد. الموقف ده بالظبط يأكد لحضرتك قد إيه يعني وهو بياخد مخدرات وبالذات المخدرات هو مش انسان ومش عايش. ده حقيقي بيفقد كل المشاعر الانسانيه، بيبقى يعني كان في قوه بتسوقه كده وهو مش شايف قدامه. طب انا عايزه مثل كده يعني بيحضرني ويتني هيوستن من اجمل الاصوات طبعًا اللي غنت طبعًا. ورغم النجاح والشهره والصوت تمام. الحلو ويعني هوليوود كلها كانت بتحلف ويتني هيوستن الا انها تعرضت للمخدرات وتوفت باوفر دوز. وبعدها بسنه بنتها ماتت على فكره. إيه؟ بعدها بسنه بنتها ماتت اوفر دوز كمان. فليه يعني رغم الابداع يعني وهي مبدعه ازاي يعني؟ هل في لحظه ما بين الابداع وده ان الانسان برضو لازم ينتبه فيها؟ احنا لما بنقول المخدرات وبنقسمها، في مخدرات بتحفز النشاط، بتدي باور، بتدي قوه. ده حقيقي. يعني الامفيتامينز او الكوكين يعني ممكن ياخده ويفضل يومين ثلاثه صاحي. فلو عنده حفله وعايز يغني 6 ساعات 8 ساعات فممكن ده فعلا يديله باور. طب لو بياخد هيروين والهيروين مثلا قاتل للالام عشان المورفين والكلام، فده برضه هيقلل احساسه بالالم. هو ممكن فعلا لما هياخد الحاجه دي هيشوف ان هو قادر يدي اكتر، بتغني اكتر، بتشتغل اكتر، بس هي مش عارفه ان هي هتفقد السيطره مع الوقت مع تكرار التجربه اللي حصلت مره طبعًا او مرتين حاجة مش طبيعية. او 10. هي حاجه مش طبيعيه. زائد ان نمط الحياه المتسارع والضغوط المتسارعه، فضلا ان ممكن يكون اغلب الوسط بالشكل ده، ده هيبقى عامل محفز قوي ان ناس كثيره تعمل طبعًا. الشكل ده نسبه الشفاء يعني مين بيقدر فعلا يعدي من الكارثه دي ومين بيقع فيها؟ الشفاء من الادمان او التعافي من الادمان امر ممكن جدا جدا، وناس كثيره بتتعافى، ناس كثيره، ممكن الاف القصص احكيها لحضرتك عن الناس اللي تعافت. لكن الاراده وحدها لا تكفي. يعني احيانا بسبب فقدان السيطره ان مش قادر يسيطر على الماده المخدره اللي اخذها فضلا عن حدوث يعني لخبطه او كوجنيتيف امبيرمنت او حدوث مشاكل في الوظائف العقليه العليا، مش قادر ياخد قرار. فاحيانا ان الاهل ياخدوا القرار بالنيابه عنه ويودوه للعلاج
بعد فتره هو هيبقى ممتن ليهم وشايف ده افضل قرار اهله خدوه يعني عشان يودوه للعلاج. يعني اذا الاهل لو شافوا ان ابنهم محتاج ده لازم ياخدوه طبعا. وقانون العلاج نفسه الماده 13 بتقول لو في تدهور وشيك او لو في على صحته او في اذى لي او للاخرين يعني يجوز ان يتم يعني اجباره على العلاج او ارغامه على العلاج لان هو فاقد السيطره على الماده اللي هو بياخدها فضلا ان هو ممكن يكون بيموت نفسه مئات المرات في من اليوم غير ما يحس. بيأذي كل طيب اللي حواليه. مجتمع افضل ببيئه صحيه احسن بحاجه جميله افلام مثلا زي مثلا حد زي محمد صلاح لما عمل فيلم ضد المخدرات وهو مثل حلو. هذه الامثله ممكن بجد تؤثر في شاب لسه بيجرب وتمنعه تماما وتخليه فوق لنفسه. يعني احنا محتاجين لهذه التوعية بجانب التوعية طبعا الصحية. هذه الأمثلة قد ايه ممكن بجد تدي وقاية وتحمي؟ ده حقيقي. يعني يحضرني مثل في التسعينات كانوا خايفين من تأثير جون ترافولتا عشان هو كان محبوب عند المراهقين وكان ساعتها هو بيجاهر قوي بحتة انه بيشرب ماريوانا. دلوقتي الموضوع خلاص بإليجل. كان ساعتها شيء خايفين على المراهقين عشان تأثيروا عليهم. نفس الكلام دلوقتي لما حد يكون نموذج ناجح وبيحقق سكور عالي في الحياة وبيحقق أهداف كثيرة فبيبقى هو نموذج دافع كبير للناس. فعلى الأذر سايد برضه نفس الكلام لما يكون نموذج زي كده يعني سيء أو إن هو مثلا كذا ده هيخلي ناس كثيرة تقلده. ولما يكون حد صالح ونموذج ملهم للناس وللشباب وبالذات المراهقين هيكون ملهم ليهم جدا ويكون سبب إن هم آخر حاجة إدمان الأدوية. يعني أدوية بنسمع أدوية معينة وحاجات معينة وأدوية الناس تاخدها تتداوى بيها مثلا من أمراض إنفلونزا وكحة وحاجات كده. يعني هي برضو بتقع في نفس الجدول ده. ده حقيقي وده نوع موصوف علميا اسمه الميديكال بريسكرايبد ميديكيشنز وده كارثة في أمريكا بسبب المواد الأفيونية اللي كانت موصوفة واللي كانت شركات الأدوية وكانت الدكاترة بيكتبوها لدرجة مات في أمريكا 500,000 خلال العشرين سنة الفاتوا بسبب الأدوية الموصوفة طبيا. فهي كارثة معروفة ومنتشرة في العالم كله ومصنفة علميا. الشباب الصغير لو مشي كل يوم نص ساعة في اليوم تعمل له وقاية؟ طبعا لو مشي لو مارس رياضة لو راح مكتبة لو اندمج في أي نشاط بالتأكيد تعمل له وقاية. لو اشتغل في الصيف طبعا اشتغل في طبعاً. البيت هيبقى مسؤول هيبقى ما عندوش وقت ان هو اصلا يجرب الحاجات دي هيبقى طول الوقت مشغول يحقق اهداف احسن. واكتر كمان لو في كومبيتيشن في الدراسه وفي المدرسه بتسمح بده وان هو يتفوق وهو زمايله وينافسوا بعض يعني تطلع الطاقه في امور طبيعيه طبعاً. قنوات شرعيه للطاقه يعني. ده حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا. هيفضل الكلام كتير. المهم نحمي دايما المجتمع والناس من هذا الافيون الخاص بالمخدرات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن حماد استشاري الطب النفسي ومدير وحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى العباسية. مهما كانت الخطورة مهما كان في إدمان مهما كان الناس اللي بتبيع والديلر والحاجات اللي بنسمعها والحاجات اللي بنشوفها أنا بشوف إنه أهم حاجة العيلة الناس اللمة الحلوة اللي على الطبلية حتى لو ما بناكلش بنتكلم بنسمع بنشوف الأب بيحكي عن يومه قد إيه كان تعب فيه علشان يجيب بس الأكلة الحلوة اللي بناكلها الأم اللي بتبقى شقيانة علشان خاطر ولادها ونسمع الولاد هم كمان عندهم قصص لطيفة محتاجين كتير ناس تسمعهم. طاقة الشباب لازم تروح دايما في حاجات صح والأهم العين الحلوة بتاعتنا عين الأم والأب والعيلة والجد والجارة والناس عين المتابعة وعين المحبة دي ممكن توصلنا لحاجات كتير. هيفضل في إدمان لكن هتفضل في عيون في المجتمع بتحاول تتخلص طول الوقت من أي حاجة تزود هذه الحالة. بشكركم شكرا جزيلا. النهاردة كان يوم مليان أخبار وحاجات كتير. يا رب يسلمكم دايما. بكرة يوم جديد في 9:00. أما أنا ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل يوم الخميس. تصبحوا على ألف خير.